بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا ان شاء الله النهارده كده باذن الله تعالى نبدا نخوض في بعض الحاجات المهمه واللي هتفيدنا لما نيجي نعمل اساتيكال سيستم مع بعض باذن الله تعالى. تمام، دي رابع حصه في الدوره بتاعتنا ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم فيها باذن الله تعالى مع بعض كده مباشره، الا وهي الاعتبارات المعماريه، الاركتكتشرال بلان كونسيدريشن. الاعتبارات المعماريه اول حاجه نتكلم فيها يعني ايه شكل باب، يعني ايه شكل شباك، الكلام ده كله مهم بالنسبه لنا. واضح الكلام؟ فلو جينا نبص بصراحه كده هنلاقي ان احنا عندنا الشبابيك لها ثلاث اشكال رئيسيه. في شكل ممكن يبقى بالمنظر ده كده، وده كده عباره عن شيش وازاز، ده كده حطوا فيه نقطه، ده شباك مفصلي وده شباك منزلق. الرسمه اللي تحت دي بتعبر عن الباب، لكن فيها فيتال ميستيك. احب اوجه لحضراتكم الفيتال ميستيك ده عباره عن ايه، انه عامل هي نقطه الدوران بره، فالكلام ده غلط. انت فاهمين معايا قصدي ايه؟ هنعرف الكلام ده بالتفصيل بس كمان شويه. تعالوا مع بعض نتكلم مع بعض بقى في مين، في عروض الابواب والشبابيك والكلام ده كله. يا اولاد لو جينا نتكلم في عروض الابواب، لو عرض باب مدخل شقه يعني بيتعمل كام، يا متر يا متر كام، يا متر 20. وبصراحه دايما خليك على الكبير عشان ما تدخل اي حاجه وتطلع اي حاجه من الشقه بتاعتك. واضح الكلام؟ طيب كلام جميل. لو باب غرفه بيكون كام، 80 او كام، 90 اسف، او كام، او متر. لو كيتشن او باث روم في الغالب 80 او كام، او 90 سنتي. طب دي عروض مين؟ الابواب. عروض الشبابيك المختلفه، الشبابيك الواجهه دايما بتكون يا متر يا كام، يا متر 20، وممنوع تشكل، ما تعملش شباك صغير وشباك كبير، يبقى شكل الواجهه ساعتها حاجه تقرف. فلو الواجهه هتشكل فيها يبقى حتى التشكيل يكون فيه سيمتريه، لكن راندملي عشوائيا كده في الواجهه بتبقى شكلها يقرف. طيب لو كيتشن او باث روم بنعمله كام، 80 او كام، او 90 سنتي. اتفقنا كده؟ طيب صلى على النبي. ارتفاع السطح السفلي لجلسه الشباك يبقى قد ايه؟ لو انا الشباك بتاعي مين يا اولاد، يعني مين؟ يعني شباك رئيسي على الواجهه زي الشباك ده كده، في شباك هنا اهو، الحته اللي تحت دي الطوب دي اللي جالس عليها الشباك بيسموها جلسه، دي بتكون قد ايه؟ دي بتكون يا 90 يا متر 20، دي الجلسه السفليه. اتفقنا؟ وما ينفعش برضه تشكل فيها، علشان ودي بالذات ما ينفعش تشكل فيها، عشان ما تجيش تبص على الواجهه تلاقي شباك طالع وشباك نازل، شباك طالع يبقى شكلها ما يعلم به الا الله ساعتها. طيب كمل معايا، صلى على النبي. لو جينا نكمل مع بعض هنا في الكيتشن او مين؟ او الباث روم. كيتشن او باث روم بناخدها بكام؟ ما هو خلي بالك ما ينفعش 90 ولا متر 20، دي في مين؟ في الحمامات. سينما 3 دي يا باشا. خلاص كده تمام. طب وفي المطبخ ما ينفعش برضه، ليه؟ عشان الشفاط، صح كده؟ يبقى معنى كده بيحاول يرفع بقدر الامكان مين يا اولاد؟ الجلسه السفليه. الجلسه السفليه بتكون كام؟ يا متر 70 يا كام؟ يا متر ونص. طيب ارتفاع السطح العلوي لجلسه الشباك بيكون في حدود 2 متر 20، بمعنى اصح بحاول بقدر الامكان زي ما انتم ملاحظين معانا في الغرفه اللي احنا فيها، ان احنا بنحاول نخلي الجلسه العلويه للشباك تمشي مع الجلسه العلويه للباب، يبقى الاثنين من بعض من فوقها يكاد يكونوا مستوى واحد. طيب ارتفاع الدور بيكون في حدود كم متر؟ ارتفاع الدور بيكون في حدود 3 متر، ده معناه ان اقل ارتفاع للدور هو كام؟ 2 متر 70. اوعى تنسى دي، بس ده بشرط رئيسي ان البلاطه ساعتها معموله فلات سلاب، يبقى اقل ارتفاع دول تماما 72، بس بشرط ان بلاطه فلات سلاب. طيب صلى على النبي. ننزل بعد كده مع بعض هنا على مين؟ على السلم، وازاي هترسم السلم. اولا السلم المعماري بيقطع وبص لفين دايما، احنا متفقين وعارفين الكلام ده، بيبص لتحت. المعماري كل همه الفرش لا اكثر ولا اقل، صح الكلام ده؟ ازاي يوزع الفرش بتاعه في مين؟ في الغرف بتاعته والنظام بتاعه. فلو جه بص للسلم من فوق كده، في الحقيقه ان السلم بتبقى دي من فوق كده عباره عن رخامه راكبه على مين؟ على السلم، صح الكلام ده؟ تمام. ودي من تحت كده، ودي من تحت كده زي ما انا بشاور كده، دي الدرجه الخرسانه نفسها. فلما تيجي تبص على السلم بهدوء تام هتلاقي المعماري هيشوف السلم عباره عن نقطتين، النقطه دي والنقطه دي، بس دي بالنسبه له باينه رؤيه عين، فهتبان خط سوليد، انما اللي جوه دي هتبان معاه خط داش. وبالتالي المعماري لما بيجي يبص على السلم بيشوفه كام خط؟ خطين، سوليد ومين؟ وداش. طب انهي فيهم اللي بره وانهي فيهم اللي جوه؟ هقول لك ببساطه قوي قوي قوي، لو انت جيت اعتبرت معايا، لو جيت اعتبرت معايا ان دي كده بسط طلوع السلم بتاعك ده، يبقى السلم ده عشان الشخص يطلع فهو الشخص هيطلع واقف هنا،
فهيطلع كده. ده معناها وانا طالع كده، فوجود الخط الصلد في وشي ده معناه اتجاه الصعود، وجود الخط الداش كده ده برضو معناه اتجاه الصعود. فهمني قصدي ايه؟ يعني معنى كده لما اجي ابص سلم زي ده كده طالع ازاي، احط نفسي هنا احط نفسي هنا. لو انا واقف هنا ولقيت الخط الصلد في وشي يبقى ده اتجاه صعود، لو انا واقف ولقيت الخط الداش في وشي يبقى ده اتجاه نزول. فهمتوا قصدي ايه؟ طيب عندك درجة السلم الواحدة دي، الدرجة الواحدة بتاعت السلم دي، دي بنسميها دايما المعماري بيسميها قاف، وبيسموا ده اهي نون بالمنظر ده كده، تبقى دي قايمة ودي نايمة. طب هو أبعاد القايمة كام وأبعاد النايمة كام؟ النايمة بتشتغل من 25 لحد 30، وما تقلش عن 25 عشان رجلك تيجي كاملة على الدرجة، وما تزيدش عن 30 عشان ما يحصلكش اللي بيحصل في المدرجات بتاعت الجامعة، تبقى ماشي رجل وتحط الرجل التانية تيجي عند التالتة تك تروح نفسك واقع. فاهمين قصدي ايه؟ فعايز رجل لما تتحط اوتوماتيك تبقى الدماغ ماشية متبرمجة على ايه؟ دماغك متبرمجة ان رجل تحط على درجة التانية على طول على الدرجة اللي فوقها، مش تيجي تحط التانية تلاقيها لسه على مين؟ الدرجة اللي انت واقف عليها تتكعبل على طول. فاهمين قصدي ايه؟ ساعتها بقى تضطر تعمل ايه؟ تطلع برجل والتانية تحطها معاها، وبعدين رجل والتانية معاها عشان ما تتكعبلش. اتفقنا كده؟ طيب درجة السلم بتاعتك القايمة تكون كام القايمة؟ القايمة بتكون في حدود من 15 لكام؟ ل 17. ما تقلش عن ال 15 علشان السلم ما يميلش قوي مع الأفقي، تبقى الزاوية بتاعته قليلة جدا اهي. يبقى ما تكونش أقل من 15 عشان السلم ما يميلش مين؟ مع الأفقي قوي، وما تكونش أكبر من ال 17 عشان السلم ما يكونش واقف كده زي السلم. مين يا أولاد؟ اسمها ايه الكلمه دي؟ سلم بحاري، ده سلم المطافي، السلم اللي هو بيبقى معمول كده عشان يوصلوا بيه لاخر دور، وما عندوش بيروح عامل خصتين حديد كده وما بينهم مين درج حديد كده وشويه لحمات ويطلع بيه الدور اللي هو عايزه، ده اسمه سلم بحاري. بيكون موجود في المنهورز بتاعت مين؟ الصرف، المجاري، البلعات اللي عندك اللي بره دي، السلم اللي بينزلوا بيه ده اسمه سلم بحاري. واضح الكلام؟ طيب صل على سيدنا محمد. طب بما انك انت بتقول لي كده يا باشمهندس عمر، فمعنى كده انا عايز اطلب من حضرتك حاجه، اقول لك قول، تقول لي طب ما هو كده افضل زاويه ميل للسلم كام؟ افضل زاويه ميل للسلم على الاطلاق مع الافقي ما بين 25 ل 35 درجه مع الافقي، افضلها على الاطلاق 30 درجه مع الافقي، انك تكون في النص. يبقى افضل زاويه ميل للسلم كام يا اولاد؟ من 25 ل 35، افضلها على الاطلاق هي كام الزاويه؟ 30. طب لو جيت اسالكم مع بعض كده واحنا قاعدين، لو جيت اعد معاكم عدد القوايم وعدد النوايم، خلي بالك دي كده القلب اهي، يعني عباره عن الثلاث درجات دول بس. دي كده القايمه رقم كام؟ 1. دي القايمه رقم كام؟ 2. دي القايمه رقم كام؟ 3. ده معناه ان القاف عندي هنا هم 3. طب النون دي اسمها ايه؟ نايمه. دي اسمها ايه؟ نايمه. يبقى النون هتساوي 2. ما حدش يجي يقول لي دي نايمه، لا دي نايمه وفي نفس التوقيت بسط، يعني صاحب بالين. وصاحب بالين ايه يا جدعان؟ طب وصاحب ثلاثة؟ منافق. مش عارفها دي ولا ايه؟ لا يا فندم، ده معروفه يا فندم، صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. طب بما ان السلمه ديت صاحبه بالين فبيسموها دايما الدرجه الكذابه او السلمه الكذابه، بيسموها دايما السلمه الكذابه او الدرجه الكذابه. والسلمه الكذابه او الدرجه الكذابه دي مين؟ دي الدرجه اللي هتوصلك على طول للبسطه او الصرفه اللي انت طالع لها. ده معناه في التوقيت ده، ده معناه في التوقيت ده انه عدد القوايم في كل قلبه فهو يساوي عدد النوايم زائد 1. ده معناه ان عدد القوايم في كل قلب على حده يساوي عدد النوايم زائد 1. ده معناها ان لو قلت لك ان السلم ده كان قلبتين وكان عدد القوايم فيه، عدد القوايم فيه هو 20 قايمه، يبقى كده النوايم تبقى قد ايه؟ تقول لي 18. انا قلت في كل قلب على حده، ده دلوقتي سلم قلبتين وعدد النوايم وعدد القوايم فيه كلها 20، فده معناه ان قلبه واحده منهم فيها 10 وقلبه واحده فيها 10، يبقى دي فيها نوايم 9، دي فيها نوايم 9، يبقى الاجمالي انا فصلتها لك اهي 18. صح كده؟ طب لو ان السلم بتاعي 22 قايمه والسلم كان 3 قلبات، يبقى عدد النوايم اوتوماتيك 19. اتفقنا كده ولا ايه؟ مفهوم الكلمتين اللي قلناهم دول؟
طيب صلى على النبي، ننزل نكمل مع بعض بقى. في اللي بعدها دي بقى، الصفحتين اللي بعدها دول على طول، دول بيحكي فيهم في مين بقى الراجل ده؟ بيحكي فيهم بقى في الخطوط والسمكات، البين اساينمنت اللي احنا اتفحتنا فيها. ايوه معاك بالتفصيل هنا مشروحه. طيب صلى على النبي، سيب لي الصفحه دي وانزل لي على الصفحه اللي بعدها، وتعالى نشوف مع بعض جزئيه في قمه الاهميه تحت خالص اهي، صفحه 47. باب زي ده مرسوم بالمنظر ده فهو باب صح بنسبه 100%. الباب ده هو صح بنسبه 100%. اشمعنى؟ قال لك لان الباب ده المفصله معموله فين كنقطه دوران؟ عند النقطه اللي هيفتح عليها الباب. فده معناه انه يقدر يفتح الباب ويخلخل ويطلع مين الباب. الباب اهو، النقطه المفصله معموله فين يا جدعان؟ جوه، يعني المكان اللي هيفتح عليه الباب. يبقى الباب ده كده مرسوم صح، عشان لو باشمهندس انشائي حب يعمل نفسه معماري وحب يرسم باب وراح رسم الباب كده وحط نقطه الدوران جوه هنا كده، تعمل فيه ايه ده؟ طب بص بقى، ده بقى مين؟ فجر. عامل نقطه الدوران فين؟ يعني الباب لما بيفتح بيفتح بره الاوضه، الباب بيطلع بره الاوضه. انتوا متخيلين معانا قصدي ايه؟ اولا كده بالراحه، باب زي ده وباب زي ده لو اترسم بالتكنيك ده، الباب ده هيركب ازاي اصلا؟ ولما تيجي تشيله هتشيله ازاي اصلا؟ يبقى الصح هو مين؟ الرسمه دي. من الاخر الباشمهندس يقول لي انا مش عارف ارسم الباب، اقول لك بعد اذنك مش عارف. دايما لما بتكونش عارف ما تخبطش في الحيطه عشان محدش يضحك عليك. تعمل ايه؟ ادي حيطه من الناحيه دي وادي الحيطه من الناحيه دي، صح؟ اروح انا زي الشاطر كده محترم اسيبها مفتوحه كده اهو، واكتب ب واحطها في دايره، يعني باب. طب لو شباك هكتب ش واحطها في دايره. فهمني؟ مش عارف ما تعكش عشان ما حدش يضحك عليك. خلاص كده؟ لما يتقال عن الشخص انه مش عارف افضل بكتير يتقال، افضل بكتير انه ما يتقال انه قال حاجه غلط. تفرق قوي. اتفقنا؟ تمام. صلى على النبي. ننزل مع بعض. في الصفحات اللي بعدها بقى، او في الصفحه اللي بعدها على طول، ده بيتكلم برضو في البيبان وبيبان المزدوجه وبيبان المروحه والكلام ده كله. راجع الكلام ده هيفيدك. طب صلى على النبي. لو جينا نبص مع بعض بقى السلم زي المرسوم ده كده، من غير ما اخد المناسيب ومن غير ما اخد الكلام ده، السلم طالع من فين رايح فين؟ هتقف هنا وتقف هنا. لما اقول لك طالع فين، تقف وعينك رايحه اللي فيه صوره بص تطلع انت على طول، يبقى ده اتجاه الصعود. يبقى ده كده فعلا اتجاه الصعود. ده معناه ايه؟ ان السلم طالع كده. الراجل المعماري لو تلاحظوا بيرقم الدرج، ترقيم الدرج ده دايما بيبقى ترقيم قوايم وليس نوايم. معلومه. بمعنى اصح، صلى على النبي، لما اجي دلوقتي امسك القايمه دي، دي القايمه رقم كام بالنسبه لي؟ واحد. دي القايمه رقم كام؟ اثنين. دي ثلاثه. دي اربعه. عشان لما اجي اعد النوايم، دي النايمه كام؟ دي النايمه كام؟ دي النايمه كام؟ ثلاثه. اوعى تقول لي دي نايمه، دي طبقا للبسط. يبقى كده عدد القوايم يساوي عدد النوايم زائد مين؟ زائد واحد. طيب ما تيجي كده صلى على النبي، سلم زي ده عايز اعرف طلع ازاي ومش ازاي. سلم زي ده طلع ازاي؟ انا هبص هافن اهو، تطلع منين اسماعيل؟ تطلع منين اسماعيل؟ اسماعيل واقف هنا عمال يدور. يبقى ده كان اتجاه الصعود. عارف اللي ياكد كلامي ايه؟ انه وصل هنا. لما وصل هنا، وصل هنا، عايز يطلع دي هيلاقيها في وشه السوليد برضه. يبقى كده صح. انتوا فهمتوا قصدي ايه؟ مظبوط كده؟ طيب صلى على النبي. طب انا لو حبيت كده استعبط وارقم السلم ده معاكم كترقيم معماري، ما تيجي نرقمه كده ونشوف مع بعض. صلى على رسول الله. يلا يا باشا، دي القايمه رقم كام كده؟ دي القايمة رقم كام؟ تلاتة أربعة، صح؟ خمسة ستة. أدي سبعة. سبعة، هل هو طلع أي حاجة هنا تاني؟ يبقى القايمة دي لازالت كام؟ أيوة. يبقى مش إحنا بقى إيه مربوطين في حبل وعمالين نزود واحد. دي سبعة تبقى دي سبعة لأنه لسه في نفس المستوى، ولا أنتوا مش معايا؟ تبقى دي كده كام يا ولاد؟ تمانية. تبقى دي كده كام؟ تسعة. ها؟ عشرة. 11. أنا بعمل دايما اليمين. يبقى دي كده كام؟ ها؟ 12. ها؟ 13. لسه لك واحده. 14. يبقى اكيد السلم ده كان معمول تقريبا ارتفاع الدور 2.80 متر، لان هم 14 درجه في 15. شوف هتطلع معاك قد ايه؟ واضح انا قصدي ايه؟ 14 قايمه. شوف هتطلع معاك كام؟ هو في الغالب هيطلع 2.80 متر. السؤال اللي عايز اساله بقى، طب افرض كان السلم ده ثلاث قلبات. السلم ده كان كام قلب يا باشمهندس؟ ثلاثه. يعني وليكن في درجتين هنا كمان. ساعتها وانت بتركب كنت هتعمل ايه؟ دي كام؟ تتاخد تتحط فين؟ هنا. بقت دي كام؟ بقت دي كام؟
تتاخد تتحط 9 هنا ويبدا يكمل المدار بتاعه. فهمتوا حاجه؟ واضح الكلام ده يا جماعه؟ طيب صلى على النبي. ننزل مع بعض، ننزل مع بعض في الصفحه دي في قمه الاهميه. في شويه حاجات هنا دي عباره عن التهشيرات المختلفه اللي بيستخدمها المعماريين. المعماري لما بيجي يعمل خرسانه المسلحه بيبقى عنده الشكل ده وعنده الشكل ده. انت كانشائي انت شغال بمين؟ انما ده مش شغال بيه. طب هو لو عايز يرخم عليك هيعمل ده عشان ترجع تمسح انت اللي هتشوف تعمله من اول وجديد. طب لو هو بيحبك يعني يعمل لك ده من الاول. واضح انا قصدي ايه؟ بس الاثنين بالنسبه له اوبشن واحد. ده قواعده بتقول له كده ان الاثنين دول معماري بتاعه. طيب صلى على النبي. الرسمه زي اللي تحت دي كده عباره عن خرسانه ايه؟ عاديه. طب دي زلط. طب دي رمل. طب دي ودي دي لوح خشب. لوح خشب انت ماسك لوح الخشب كده. لوح الخشب ده عباره عن حاجه بيسموها جرينز الياف. اللوح الخشب اللي هو الجرينز الالياف دي كده انا قدامي دلوقتي اقطع لوح الخشب ده حاجتين يقطعه كده يعني كده ايه بيربنديكولار تو جرينز عمودي على الالياف كده عمودي على الالياف او ان انا اقفله نصين بالطول ده كده بيكون بارلل تو جرينز. فانا لو انا قاطع لوح الخشب عمودي على الالياف كده هيبان لك الشكل الاولاني اللي فوق ده. طب لو انت قطعه بالطول كده فلقته نصين هيبان معاك الشكل ده. فهمتوا قصدي ايه؟ طيب كمل. صلى على النبي. الخشب اللي بعده ده نوع خشب تاني اسمه خشب غشيم. مش غشيم غشيم يعني. خلاص؟ ماشي. طيب في خشب ابلكاش وده ابلكاش صغير وده شكل الابلكاش الكبير وده بياض يعني ده شكل المحارب وده بياض على شبك ممدد. يعني بياض على شبك ممدد مش فاهم. لا صلى على النبي. دايما لما بيجي تعمل المحاره بتعملها عادي خالص بس بتيجي دايما عند التقاء الكاميرا مع الحيطه ما ينفعش تمحر على طول دي ودي لوحدها. لو محرت على الاثنين كل واحده لوحدها بيبدا ساعتها يحصل شرخ لان المونه ركبت على مادتين مختلفتين خرسانه وطوب. صح الكلام؟ فبيجيبوا سلك اسمه سلك عامل سلك البقلاوه اسمه سلك بقلاوه. السلك ده بيركبوه على مين؟ بيمسمروه كده في الحيطه مع مين؟ مع مع الكاميرا. وبيبدا بعد كده على السلك ده شخصيا يعمل المحاره. ده اسمه بياض على شبك ممدد عشان السلك ده يمنع ساعتها تولد شروخ ما بين مين؟ ما بين الاثنين وبين بعض. وصلت خلاص؟ تمام. اتفقنا؟ طيب صلى على النبي. دي كده بعد كده مباني طوب. خلي بالك مباني الطوب بتتعمل ازاي؟ خطين ايه يا اولاد؟ ويسيب مسافه. خطين ويسيب مسافه. طيب اللي بعده ده عباره عن مين؟ دي مباني حجر. طب اللي بعد كده ده ازاز. ده رخام. ده ارض طينيه او مين؟ اورد. ودي بعض الاعتبارات المعماريه اللي كنت احب انوه عليها معاكم. اكمل؟ طيب صلى على النبي. الاستراكشر درونجز بتاعتنا بقى الرسومات بقى مين يا فندم؟ الانشائيه. عندنا نظامين انشائيين في قمه الاهميه لازم تكون واخد بالك منهم. النظام الاولاني اسمه الوول بيرنج نظام الحوائط الحامله. النظام الثاني اسمه السكيلتون استراكشر او النظام الهيكلي. اتفقنا كده؟ نظام الحوائط الحامله ده ونظام السكيلتون استراكشر الاثنين فيهم كل حاجه. كعناصر انشائيه ما عدا حاجه واحده بس. مين اللي هياخد حمل البلاطات والكاميرات يوصله للقواعد؟ ده معناه ان السكيلتون فيه اعمده. النون سكيلتون اللي هو بيسموه الوول بيرنج ده بيسموه ايه بقى؟ ده بيسموه كولمليس. نظام لا عمودي ما فيهوش اعمده. يعني مين اللي شايل البيت كله بصراحه؟ الحيطان مين؟ الطوب بتاعتك. اتفقنا كده؟ اللي شايل البيت برمته بالكامل الحيطان الطوب بتاعت حضرتك. طيب يبقى معنى كده في الحوائط الحامله الحمل بيتنقل منين يا اولاد؟ اللود بيطلع منين؟ بيطلع باول حمل اول حاجه بيروح لها الحمل البلاطه. بتودي مين البلاطه؟ للحوائط الطوب. الحوائط الطوب بتودي لمين؟ للقواعد المسلحه شبه ثم العاديه ثم بتنقل في النهايه لمين؟ للسويل. صح كده ولا انا غلطان يا باشا؟ بس خلي بالك هو في هنا غلطه تقريبا. هو نقل الحمل من البلاطه للول على طول المفروض في كاميرات. لا ما هو استناني بس هنفهم دلوقتي مفيش كاميرات ليه. هنفهم مفيش كاميرات ليه. طب تعالى لي الناحيه الثانيه. هنا الناحيه الثانيه النظام الثاني ده عباره عن ايه؟ هو بس ده بقى نظام بقى مين يعني كل حاجه. ها اللود اول حاجه راح فيها لمين؟ للبلاطه. من البلاطه راح لمين؟ ومن العمود راح اسف من الكاميرا راحت للعمود. ومن العمود عاديه مسلحه عاديه سويل. طب النقطه هنا بقى هو انت في نظام الوول بيرنج ده انت بتقول فيه قواعد صح؟ القواعد دي ما اسمهاش قواعد اسمها ستريب ستريب فوتنج.
يعني ستريب فوتنج، قواعد مين؟ شريطيه. تحت كل حيطه في قاعده شريطيه، على عكس النظام مين؟ اللي هو سكيلتون. هناك في مين؟ تحت كل عمود في قاعده منفصله عاديه ومين؟ ومسلحه. شكل الكلام ده ايه؟ شكل الكلام ده اهو من الكبير المهندس ياسر الليسي. الراجل هنا عندي كتر الف خير يا رب. ده هنا مدي لك ادي شكل الحيطه، ده الحيطه الطوب، ودي شكلها تحتها مين؟ ستريب فوتنج عاديه، وستريب فوتنج يعني شريطيه، وستريب فوتنج مسلحه. لما تيجي تبص هتلاقي الكلام ده معاك اهو. دي كده الحيطه اهي، انتوا معايا كده يا اولاد؟ دي كده الحيطه، تحتها دي مين؟ الستريب فوتنج المسلحه، ودي الستريب فوتنج مين يا باشا؟ العاديه. لما تيجي تبص على الكلام ده كاسقاط في البلان، عشان قال كده بيسموا دايما القواعد بتاعتها القواعد الدوديه، شكل الدوده كده ومنتشره، يعني تحت كل حيطه قاعده ستريب. لما يجي يبص على الكلام ده هيبان بالمنظر ده كده، ان الخطين دول، ان الخطين دول في البدايه اهو، الخطين دول يا اولاد اهم في البدايه كده هم عباره عن الوول، صح؟ طب والخطين اللي بره دول؟ دول الستريب فوتنج مسلحه. طب والخطين اللي بره دول؟ الستريب فوتنج العاديه. علشان بجد بقى لما تيجي تبص على لوحه قواعد فيها الكلام ده بالتفصيل هتفاجئ ان لوحه القواعد بتاعتها لها شكل غريب. لوحه القواعد دي بتاعت ايه الشكل ده؟ لا ده القواعد المنفصل، ده السكيلتون. طب لو انه هو بقى وول بيرنج، وول بيرنج شكل القواعد بالمنظر ده، انت متخيل عامله ازاي؟ فهمت قصدي ايه؟ طيب تعال نكمل. مشكله بقى الوول بيرنج بصراحه دي عن تجربه انه ضعيف جدا المبنى في السيتلمنت، بيحصل له هبوط رهيب. يعني ممكن خلال مثلا 5 6 سنين تلاقي بدا المنشا ينزل عن تحت الارض. يعني اعرف مبنى كان 6 ادوار دلوقتي بقى 4، 2 ما لوش باقيين على الارض خالص، كان معمول وول بيرنج. يبقى مشكله الوول بيرنج دايما ان المبنى بيحصل له هبوط جامد جامد فين؟ في التربه على مدار عمره. على عكس مين؟ على عكس نظام السكيلتون ستراكشر. طب نظام السكيلتون ستراكشر، نظام السكيلتون ستراكشر بتاعك ده بقى، بس قبل ما اروح له صل على النبي، انت قلت اول حاجه ايه اللي بيحصل؟ في بلاطه صح؟ البلاطه المفروض انها ترتكز على الحيطه مش كده؟ ممنوع ارتكاز البلاطه على الحيطه على طول، لازم يكون في كاميرا هنا كده صغيره. والكاميرا الصغيره دي ابعادها كام يا اولاد؟ 25 في 25. واسالكم سؤال، صل على النبي، هو مش ده عمود كده وده عمود هندسه؟ تقول لي هي مش دي كده كاميرا؟ طب وانا بصمم الكاميرا دي مش في تحتها حيطه اهو؟ مش المفترض لو ان حصل حمل زياده على الكاميرا دي، الكاميرا دي من النص اصلا هتحمل على الحيطه؟ ما هي الحيطه شايلها على فكره مش كده ولا ايه؟ بس خلي بالك، هل وانت بتعمل ديزاين حاطط ده في اعتبارك؟ ولا اعتبرت ان التو سبورتس الكاميرا هم مين؟ العمود والعمود، يعني دي من جوه هنا يحصل لها ديفورم شيب عادي، يعني انت حاطط الحيطه ما حطيتهاش انا مش فارق معايا. وجودها سيف سايد زياده، عدم وجودها مش فارق معايا صح؟ طيب لما اقول لك بقى ان الحيطه هي اللي شايله الكاميرا زي الوضع اللي موجود ده معناه ساعتها ايه؟ ان فين سبورت الكاميرا؟ سبورت الكاميرا تقول ان هو عباره عن ديستريبيوتد سبورت تحت كل نقطه فيها، ده معناه ساعتها المومنت في الكاميرا يكاد يكون بكام؟ بصفر. ما هو عشان يبقى في مومنت لازم يكون في بحر يحصل فيه ديفليكشن، مش تنسى دي، عشان يكون في مومنت لازم يكون في بحر يحصل فيه ديفليكشن. بما انه ما فيش بحر يعني معنى كده ما فيش مين، وبالتالي كل الكاميرات اللي هتكون موجوده مع نظام الوول بيرنج ما اسمهاش كاميرات، اسمها سيتس، مخدات بيحطوا فيها سيخين فوق وسيخين تحت وكنات 5×8 وبارك الله فيما رزق. واضح الكلام؟ وممنوع منعا باتا تقول لي هعمل النظام الوول بيرنج فات سلاب هتعك. ده لازم مع كل حيطه في كاميرا فوقها مخده ترتكز بيها البلاطه على مين؟ ليه؟ لا قدر الله انت حاطط ده كده اهو البلاطه على الحيطه اهي، ايه اللي ماسكهم؟ ده تخنت الحيطه بس، اسف تخنت البلاطه بس. لكن لو انا مقعد هنا كاميرا بقى، يعني بمعنى اصح الكاميرا دي بحطها ليه؟ علشان تقعد البلاطه وترتكز على مين؟ على الحيطه. لانه لا قدر الله اثناء حدوث الزلزال لا تامن عواقب ابدا نظام الوول بيرنج ده ممكن يحصل فيه، لانك بشيل الدنيا كلها على طوب، والطوب اصلا ما بيشيلش تنشن، صح الكلام ده؟ تمام. والزلزال ده تنشن رايح جاي تمام، بيرقص المبنى. حط الحمله دي خرسانه ولا ده خرس؟ ده طوب، والحوائط الحمله الطوب احمر، والطوب الاحمر ده ممنوع انه يبني على نص طوبه،
ده معناها انه بيجي في التوقيت ده بيعمل الدور الارضي اللي هو هيعمله مثلا خمس ست ادوار، بيعمل الدور الارضي ممكن يتعمل على طوبتين او طوبه ونص، يعني عرض الحيطه 50 سنتي. انت متخيل انا بحكي في ايه؟ اه يا فندم، اه موجود، موجود الكلام ده في قرى، في قرى كل القرى بتشغله بيه لما بيجي يعمل دورين ثلاثه. واضح الكلام؟ في ايه كمان؟ المباني القديمه بالكامل كلها معموله كده، تمام. طيب ايه كمان؟ الشاليهات، بدل ما بيجي يعمل هو الشاليه بيعمله برج ولا دورين ثلاثه، بدل ما يعمل اعمده وحوارات ويخلف، لا يا عم على طول هم نظام وول بيرنج وخلصت. واضح الكلام؟ انا قصدي ايه؟ اقصاء اربع ادوار ما تخافش منه، اكتر من كده تخاف، اكتر من كده تخاف. فاهم انا قصدي ايه؟ طيب ده بالنسبه لنظام مين؟ بالنظام الوول بيرنج. ما انا قلت لك وجود الزلازل ساعتها لا تامن عواقب اللي هيحصل. ما انا قلت لك لا تامن عواقب اللي هيحصل، دي حاجه مشيئه الله سبحانه وتعالى، لا انا ولا انت نتدخل. اصل انا اعرف انها بتقاوم الزلازل اصلا، مش مقاومه زي ما انت متخيل، ان هي ما بتشيلش مين؟ ما بتشيلش شد. واضح الكلام انا قصدي ايه؟ تمام. لكن بالظبط، لكن العامله رايحه وجايه معاك فبتبقى العمليه سهله قوي. يبقى دي حيطان يا جدعان، ممنوع منعا باتا تتبني على نص طوبه لطوب. طب خلي بالك لما بيعمل تحت مين؟ طوبتين، بيطلع بعد كده على طوبه ونص الدور اللي بعده، وبعد كده على طوبه ويثبت. ما ينفعش يقلل الحيطان ابدا عن كام؟ يعني بيرجع يقص في الحيطان برده، زي كمان لو كان بيقص في الاعمده. مفيش عمود، مفيش ولا عمود. النقطه بقى اللي انا افتكرتها نسيتها كنت اقول لك عليها، طب لما مفيش اعمده هيعمل السلم ازاي؟ بيجي مقاولين متخصصين، ده مقاول بيجيب السلم، بيعمل السلم يجيبه مصبوب، بيركبه في الحيط، اسمه سلم تركيب. ما هو اسال نفسك، هو العمود بيتشال على ايه اصلا؟ مش على اعمده؟ طب يبقى ساعتها محتاج مين؟ سلم تركيب. واضح انا قصدي ايه؟ تمام. طيب صلى على النبي، تعالى نكمل. ده بالنسبه للنظام ده. طب لو حبينا نطلع من هنا على النظام الثاني اللي هو مين؟ نظام السكيلتون. مين؟ نظام السكيلتون ستراكشر. السكيلتون ستراكشر بقى ده في نظام اعمده، اول حاجه بيروح لها الحمل هو مين؟ البلاط، ثم الكمرات. خلي بالك ان التصميم عكس التنفيذ تماما. يعني انا كمهندس مصمم ببص للمبنى نظره مختلفه كليه وجزئيا، كليه وجزئيا عن المبنى، عن المصممين، عن المنفذ. انت بتشتغل من فوق لتحت كمصمم، المنفذ بيشتغل من تحت لفوق. انت بتشتغل من اول حاجه بيروح لها الحمل، احنا قاعدين على مين؟ والبلاطه بتودي لمين؟ والكمر بيودي، والعمود بيودي. يبقى اخر حاجه بتتصمم في المبنى هي الفاونديشن، اللي هي بالنسبه له هو اول حاجه بينفذها فاونديشن. يبقى ده من فوق لتحت، وده منين؟ من تحت لفوق، ما تنساش دي. طيب الكمرات بتودي لمين؟ الاعمده بتودي لمين؟ للسملات. السملات بتودي لمين؟ للقواعد المسلحه، ثم بتودي لمين؟ للقواعد العاديه. طيب السملات دي ما انا رايح اهو. السملات دي هل في حاجه اسمها سمل وحاجه اسمها ميده؟ يعني ايه سمل ويعني ايه ميده؟ صلى على النبي. لو رجعنا مع بعض مرجعنا كده هنا هو عن المهندس ياسر الليسي، وحبينا نتفرج على الكلام ده مع بعض، هنلاقي عندنا بنقول هنا يا اولاد، بنقول ان احنا عندنا في نظامين مهمين جدا. النظام ده كده ده اسمه ميد. الميد هي عباره عن سملات بتربط في مستوى القواعد المسلحه، دي ميده. صح الكلام؟ دي الميده بتربط في مستوى القواعد المسلحه، بما ان هي مفتوحه عن المسلحه فبيبان شكلها في اللوحه بالمنظر ده كده. فقلت يعني ولا اتفقنا؟ تمام. انما السملات فدي بتربط فوق مستوى القواعد المسلحه، يعني بتربط القاب الاعمده. طب هو مين الافضل في الاثنين بصراحه؟ الافضل في الاثنين بصراحه هو الميد وليس السملات، لان انا عايز اربط القواعد. طب وايه فايده الميد اصلا او السمل؟ حاجتين رئيسيتين، تمنع حدوث الهبوط المتفاوت الديفرنشال سيتلمنت، ورقم اثنين بتشيل حمل الحوائط اللي موجوده عندك في الدور الارضي. يعني ممنوع منعا باتا وانت بتنفذ مشروع تاخد لوحه القواعد وتنفذها على طول. امال تعمل ايه؟ يا عم جد من لاس، ومين قال لك ان المصمم ده شغال صح؟ تعمل ايه؟ تروح واخد ماسك لوحه، لو ان عندك مبنى ارضي واربعه. يعني اول دور كان معماري عندك، ضرب كان بدروب، خلاص هاخد البدروب. يعني اول دور معماري، هاخد الدور الارضي ده واشوف الحيطان اللي فيه، واروح ابص في اماكن الحيطان دي في لوحه القواعد. لازم الاقي عند كل حيطه من دول في سمل. ما كانش في سمل يبقى الحيطه تتبني على القاعده المسلحه.
او العاديه كمان، لكن ممنوع منعا باتا الحيطه تتبني على التراب على طول، دي كارثه، لان اي شويه ميه جوفيه تحت هياخدوا الحيطه ويفورها وينزلوا. اتفقنا؟ تمام. الموقع طيب. الموقع دي شدادات. لا يا فندم، ده سميلات. الشدادات هي الميت. الميت بقى لا، الشدادات دي حاجه ثانيه خالص. الشدادات دي عباره عن ايه؟ ان عندك حضرتك هنا اهو عمود جار، بس الشداد ده في حاله عمود الجار فقط لا غير. الشداد بيمسك منين بقى؟ بص معايا، دي القاعده العاديه ودي القاعده المسلحه. الشداد بيمسك من مستوى القاعده المسلحه زي الميده، عشان كده بقول لك عشان الميده ده شدادات، لا هي ميه، بس الشداد بيمسك من نفس المستوى عادي، لكنه ممكن دبسه يزيد كمان عن دبس القاعده المسلحه، يعني يبقى دبس المسلحه ويزيد كمان. واضح الكلام؟ الدبس بتاعه ده كله والكلام ده كله، ده ما قالوش بقى مين افتراضات، ده له ديزاين حسب قيمه حمل عمود الجار بالسنتلست اللي انت فرضتها، والكلام ده كله معانا في الدوره الثانيه اللي بعد بقى اتنين نعرف هناك بالتفصيل. طيب صلى على النبي. نرجع نكمل مع بعض ونشوف كلامنا ايه هنا، نرجع نكمل مع بعض ونشوف كلامنا ايه هنا. لو جينا نكمل مع بعض هنا بقى، بيقول لك هنا بقى بعض الاعتبارات المهمه. ده ايه ده يا ترى؟ ده ايه ده يا ترى؟ ده بيقطع في سلم بس انشائي بقى. هو الانشائي بيقطع وبص لنا يا اولاد لفوق، الانشائي بيقطع وبص لفوق في كل اللوح ما عدا الاواعي، دي اللوحه الوحيده اللي الانشائي بيقطع ويبص لها لتحت عشان تبقى فاهم. انما المعماري عامه في كله بيقطع وبص لفين؟ لتحت. المعماري بيقطع عامه كله ويبص لتحت، الانشائي عامه بيقطع كله ويبص لفين؟ لفوق ما عدا الاواعي، يبص لها لفين؟ يبص لها لتحت. اتفقنا خلاص؟ طيب صلى على النبي. بص معايا كده، لو انا جيت ابص معاك هنا دلوقتي على السلم ده، السلم ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ هو قطع كده وهيبص لفوق مش كده؟ هيشوف ايه يا ترى؟ خلي بالك انا كانشائي مفيش حاجه اسمها تشطيبات على الاطلاق، اسمها تشطيبات على الاطلاق تماما. طب الحل ايه ساعتها؟ قال لك الحل ساعتها ان ده خط مين؟ ده القلبه من تحت، يعني معنى كده هيشوف الدرج كده من فوق، بس الدرج ده هيشوفه ولا هيشوفه داش؟ داش اللي هو كان عند المعماري هناك، كان معمول هنا انف كده مين؟ اهي رخام صح؟ تمام. المعماري كان بيشوف الحته ده ايه؟ بيشوف الخط ده ايه؟ ما هو ده هي دي، بيشوف دي ايه؟ داش، ويشوف دي مين؟ يعني انت عايز تفهمني؟ ايوه عايز افهمك انك لما تيجي تشتغل على السلم بتاع المعماري امسح الخط السوليد وسيب الخط الداش بتاعه، لان ده بالنسبه له هو داش وبالنسبه لك انت كمان داش. اتفقنا؟ طب لما اجي ابص على كاميرا بالمنظر ده، كاميرا ساقطه اهي وكاميرا مقلوبه اهي، انا بقطع كده وابص لفوق، دول هيبانوا ايه النقطتين دول قدامك لما تيجي تشوفهم؟ سوليد. طب لما اجي اشوف الكاميرا دي، النقطه دي باينه ايه؟ سوليد، انما دي داش. طب لو كاميرا مقلوبه في نص البحر كده، خطينها الاثنين هيبانوا مين؟ هيبانوا داش. طب هو انا امتى استخدم؟ اديني كده استخدام من استخدامات الكاميرا المقلوبه كده، من استخدامات الكاميرا المقلوبه. اقول لك ببساطه قوي، صلى على النبي كده، افتح لي صفحه كام هندسه؟ 42. شكرا يا سيدي. النص اللي تحت النص اللي تحت فين يا جماعه؟ عند مدخل مين؟ الجراشات. عند مدخل الجراش في سقف الدور، في سقف الدور البدروم دايما بنعمل الكاميرا كاميرا مين؟ مقلوبه. اتفقنا كده؟ طيب صلى على النبي. تعالى بقى نطلع من هنا ونخش على مين؟ بعض الاعتبارات الانشائيه اللي في قمه الاهميه. قال لك لما تيجي تحط الاعمده يفضل المسافه من الاعمده ما تزيدش عن كام؟ عن 7 متر. وما تقلش عن كام؟ 3 متر. طب ليه ما تزيدش عن 7؟ يفضل، بقول يفضل ما قلتش لازم، يلزم غير يفضل، تفرق الكلمة. احنا في صفحة كام؟ 54. لا يا فندم الكل مالوش علاقة بالكلام ده، ده الكلام ده كله عشان الكلام ده كله عشان الفلوس يا هندسة. اقطع كلامك تاني معلش، الكلام ده كله عشان الفلوس، مفيش حاجة بتوصل على الكود انك تعمل حاجة غير كده. لا يا فندم، لا يا فندم، لا سيبك من الكلام ده يا فندم. انا ممكن اعمل فات سلاب واعمل البحور 10 متر، بس ده هيجي على ايه في الاخر؟ انا تخنت البلاطه
ولا انا غلطان؟ ما انا رايح معاك اتفرج اهو في الكلام ده. صلى على النبي. عايز اخد رايكم كده، ليه ما تزيدش عن 7؟ يفضل هي ما تزيدش عن 7 وما تقلش عن 3. ماشي، صلى على النبي. هو ايه اخطر تشيك في البلاطة على الاطلاق؟ ديفليكشن. يبقى تعالى اكتب لي التشيكات بتاعتنا كده بالترتيب كده، مين الاكثر خطوره في الاقل من الاخر. اكثر التشيك خطوره في البلاطه هو تشيك الديفليكشن، وده يمكن التشيك الوحيد اللي مسؤول انه بيحولك من نظام انشائي للتاني. يعني بيطلعك من سوليد تروح فلات، ومن فلات تروح هولو بلوك، تفهمين قصدي ايه؟ ومن هولو بلوك تروح على وافل سلاب وهكذا. طيب تاني تشيك تباعا البانش، وتالت تشيك تباعا هو المومنت. يعني المومنت اللي كنا عاملين نشتغل بيه في الكليه وطلع عين اللي جابونا ده تشيك ولا صنف لازمه في البلاطه. ده وجهه نظري بصراحه، لان انت لو الاثنين التالتين لو انت مسيفهم هتعتبر المومنت ان شاء الله، هتعتبر المومنت ان شاء الله مسيف. طيب هو انا دلوقتي لما الجحور بتزيد عن 7 متر ده معناه ايه؟ ده معناه الديفليكشن هيبقى كبير. علاج الديفليكشن الوحيد عندنا في كودنا المصري هو انك تعمل ايه؟ تزود دبس البلاطه. طب لما ازود دبس البلاطه مش ده بدوره هيزود ساعتها تخنت البلاطه؟ تخنت البلاطه هتزيد يعني اول ويت، اول ويت هيزيد يعني المومنت، مومنت هيزيد. اخلص الحديد زياده، ما هو بدور على فلوس. مش كل الكلام كده ولا انا غلطان؟ صح كده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان زياده تخنت البلاطه ادت بدورها الى ايه؟ زياده المومنت، وفي نفس التوقيت سيف مين؟ ديفليكشن. يعني ظبط حاجه بوظ حاجه ثانيه. ففي التوقيت ده بيقول لك تفكر بقى في نظام انشائي يضرب عصفورين بحجر. انت عايز ايه عشان تحل الديفليكشن؟ تقول لي انا عايز دبس كبير. طيب وايه مشكلتك؟ بس دبس كبير ما يكونش له وزن كتير. خلاص يبقى هولو بلوك. وده اللي بيخليهم يستخدموا هولو بلوك، ان الهولو بلوك الدبس كبير فبيسيف ديفليكشن، وفي نفس التوقيت الوزن خفيف فما بيجيبش مومنت عالي وبالتالي بيوفر معاك في الحديد. صح الكلام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ كله اعصاب. اه ما انا عارف كله اعصاب، بيوفر عن الفاتس لاب. دايما لما تيجي تقارن، دايما لما تيجي تقارن ما بين الهولو بلوك، قارن بين الهولو بلوك والفاتس لاب، لان الهولو بلوك بتكون دايما بديل للفاتس لاب. لما بدات الفاتس لاب بتكون معاك مالها مش انسيف، غير اقتصاديه. بتكلم في فلوس. واضح؟ احنا هنشوف مع بعض ربطه خانه الفاتس لاب توصل معايا لحد كام. طيب صلى على النبي. يعني معنى كده انك عايز تفهمني تخنت البلاطه هتزيد. خلي بالك كمان ان البلاطه سلاحها هيزيد، والاحمال على الاعمده كمان هتزيد. فاكر قطع الاعمده هتكبر؟ قطع الاعمده كبرت واحمالها كبرت، اوعدها هتكبر. يعني الدنيا كلها زادت. صح الكلام ده؟ طيب ليه لا يفضل ان هي تقل عن 3 متر؟ لان لو قلت عن 3 متر فده ساعتها متوقع ان الاواعي تحت تبقى كومبايند فود. اول ما مالك يشوف قاعده كومبايند فوتنج يقول لك والله ما انا عامل البيت، بس خد يا والله ما انا عامل البيت وخلاص، احنا مش هشتغل كومبايند فوتنج. كارثه، كارثه كفلوس، لان شبكه الحديد علويه وسفليه، وتكثيف كمان عند العامل عشان بيعملوا حاجه اسمها الهيدن بيم. صح الكلام ده؟ فبتخش بسكه ثانيه الى ما شاء الله. يبقى لا يفضل دي ولا. يبقى تخليك دايما في رينج مين. طب اذا فعلا اترغمت انك تعمل مسافات كبيره يبقى تاخد الكلام ده في اعتبارك كتشيكات ديفليكشن وبانش ومومنت في البلاط. طيب صلى على النبي. دايما لما تيجي تعمل عمود يفضل ان العمود بتاعك يكون مش جاي في قلب فراغ. يعني ايه؟ يعني مسطع باتش. بصوا معايا كده لو سمحتوا، ثواني كده خليكم معايا. ده عباره عن باب بلكونه، وده مين؟ وده شباك. انا دي كانشائي بقى بني ادم غتت ويروح جاي رازق عمود في قلب الاثنين ما بينهم وبين بعض كده، بوظت المعماري شغل. طب استفدت ايه لما عملت كده؟ ما استفدتش حاجه. طب بتعمل ايه؟ بغت. لا اله الا الله. واضح انا قصدي يا جماعه؟ يبقى لا يفضل ان يتحط العمود في مين؟ في قلب فراغ كده راجل عمل. طب ايه كمان؟ يفضل ان العمود يكون ماشي في الاتجاه الموازي لضرب الحيطه عشان ما يعملش ركبه كبيره. بمعنى صح؟ لو عايز اخد رايكم في حاجه، صلى على النبي. لو ان الحيطه دي مش موجوده والاوضه دي مفتوحه على اللي جنبها هناك، العمود ده كان اتجاهه صح؟ طبعا غلط، لانه ساعتها عامل ركبه جامده. طيب الصح ساعتها كان ايه؟ كان العمود ده يتقلب بحره كده، كان يتقلب ضربه كده، ولا انا غلطان؟ طيب وجود الحيطه دي كده دلوقتي، الوضع ده العمود ده كده صح ولا غلط؟
على الكلام اللي انا قلته العمود ده صح مش غلط؟ لانك جبته كده جبته كده 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 عامل ركبه ولا انا غلطان؟ طيب العمود ده كده غلط من ناحيه ثانيه خالص مش الناحيه دي. عارفين ايه هي بقى؟ لا انشائيه. عارف من ناحيه ايه؟ صلى على النبي. هو مش العمود ده ما بينه وبين العمود ده في كاميرا اهي؟ والعمود ده ما بينه وبين العمود اللي في اخر الاوضه هناك في كاميرا اهي؟ يبقى كان الافضل اعمل العمود ضربه الكبير في انهي اتجاه؟ في الاتجاه البحر الكبير. يبقى ساعتها هيقلل معاك بحر الكاميرا الكبيره. يا سلام بقى لو البحر 8 متر والعمود ده عرضه مثلا متر 20 او طوله اسف متر 20. لما اروح اعمل المتر 20 في اتجاه ال 8 متر يبقى انا في التوقيت ده عملت ايه؟ خليت البحر بقى 6.80 متر. وفرت ولا ما وفرتش في البحر؟ يعني هوفر في مومنت الكاميرا مش كده ولا ايه؟ يبقى كانت هي هنا مش كويسه بس من ناحيه ثانيه مش من ناحيه معماري بقى. المعماري مش فارق. طيب صلى على النبي. لما اجي اخد رايكم في حاجه كده ودي هناقش فيها الحصه اللي فاتت. ايه هي الرسمه دي كده؟ فاكرين وانا كنت بشرح لكم في البدايه قلت لكم ايه الرسمه دي؟ هنقعد فيها مده كبيره. طيب صلى على سيدنا محمد. رسمه زي دي كده وعايزين نكبر كده ونشوفها مع بعض وتعالوا بهدوء هنشوف فيها ايه دي. الباشمهندس المحترم يركز معايا. صلى على النبي يا اولاد. في الرسمه دي ده دلوقتي كده عمود وعمود ودي هنا ايه؟ كاميرا مش كده ولا ايه؟ تمام. ده عمود وعمود ودي كاميرا. طالع من الكاميرا دي هنا مين؟ كانتيليفر. ينفع الكلام ده؟ ينفع. طب تحت عمود وعمود طالع منها مين؟ كاميرا طالع منها كانتيليفر. اتنين كانتيليفر رموا على بعض ينفع الكلام ده؟ قلنا انستيل. طب الحل ايه ساعتها؟ الحل ساعتها لا ممنوع تنقل العامله. هو العامله اخرها كده. المعماري اخرها كده. والمعماري اللي يقوله تمشي بيه. ما انا عايز اعلمك الشغل الصح بامان. ان المعماري يفكر زي ما هو عايز ويبدع زي ما هو عايز وانت ما عليك انك تتصرف وتنفذ اللي هو عايزه. واضح الكلام؟ لكن ما يمشيش على هواك. يعني انت مش عارف تعمل فروق مناسيب، تخلي المعماري يعمل السقف كله حته واحده، الراجل عايز يعمل فروق مناسيب. لا اله الا الله هتحجمه عشان انت ما بتعرفش. مالهاش لازمه. طيب صلى على سيدنا محمد. في التوقيت ده ايه الحل؟ فقال لك في التوقيت ده الحل بتاعي ان انا هعمل منهم واحده كاميرا وواحده كانتيليفر. الاثنين دول كده عشان نحل المشكله دي. دي لو انا كنت عاملها كانتيليفر كان هيحصل ايه؟ كان هتخش بشوك جوه مره ونص البحر ده ولا غلطان؟ طب ولو دي كانتيليفر بشوك شوك وشوك دي غلط. يبقى في التوقيت ده لازم اعمل واحده كاميرا والثانيه مين؟ كانتيليفر. اعمل مين دي كاميرا والثانيه كانتيليفر؟ الكبيره تبقى ايه؟ طيب الكبيره كاميرا. طب والصغيره؟ يا باشمهندس الصغيره كانتيليفر. ليه؟ الصغيره هتشيل الكبيره ليه؟ عشان العزومه تبقى لا مش هتعمل على العمود على طول القريب منه اما الثانيه عدم المشكله. صلى على رسول الله. خد بقى من الحته دي. هي صح الصغيره تشيل الكبيره بس الكونسبت الصح الهندسي في الحته دي دايما لما بيكون عندك عنصرين واحد فيهم هيشيل الثاني دايما تخلي اللي هيشيل هو الاقل في الديفليكشن والمتشال هو الاعلى في الديفليكشن. هو الاقل في الديفليكشن الطويل ولا القصير؟ بس ده اللي خلاني قلت القصير. انت قلتها بس كنت عمال تبعد عن الموضوع شويه ما جبتهاش في الهدف على طول بس انت كنت عارف الاجابه. وضحت انا قصدي ايه؟ يبقى صلى على النبي. يبقى معنى كده هخلي مين هنا اللي يشيل؟ الطويل يشيل مين؟ القصير مش كده؟ ولا القصير يشيل الطويل؟ القصير يشيل الطويل. ده معناه في التوقيت ده لما اجي ارسم هوصل الخط ده كده. انت معايا كده ولا ايه؟ هكتب على دي ساعتها مين؟ ك ودي كده مين؟ كاف ودي ايه؟ كاف ودي ايه؟ كاف. يبقى دي كده تسليحها هيبقى عباره عن ايه؟ شوك هتخش مره ونص البحر. طيب اسالكوا سؤال تعمق شويه كده في الكاف اللي فوق دي. هل في الكاف اللي فوق دي؟ لا يا فندم اللي اعرف الديفليكشن الكاميرا. كاميرا. واضح انا قصدي ايه؟ الكابولي هو اللي شايل. طيب صلى على رسول الله. هو الكاميرا دي لما تيجي تاخدها كده على بعضها كده بقى كاميرا اهي هيبقى شكلها ازاي كاستراكشر؟ تقول لي والله هتبقى جايه كده ادي سبورت وسبورت وسبورت. حد فيكم شغل باله اللي هيحصل ايه؟ ايوه ايوه دي جايه ازاي؟ جايه كده. طب لو قلنا دي كاف سته تقول لي ساعتها كاف واحد؟ لا وانا يقول اسمها ايه؟ شكرا. يبقى وانت مغمض دي مش كاميرا دي امتداد كاف ستة اللي جنبها. اشكرك. وعشان كده قلت لكم المره الاول حصه خالص اللي هي كانت التحضيري معانا مع بعض
الرسمه دي توقع اتعلها مهندس، لان دي مش كاميرا، دي امتداد، لان العزم فيها مش هيقلب. ما تقنعنيش مش هيقلب، صح الكلام ده يا باشا؟ واضحك ولا ما واضحكش؟ طيب يبقى معنى كده دي ما اسمهاش كاميرا، دي اسمها امتداد. هو ده اللي يهمني اقول الكلمه دي، واضح؟ ودي بالنسبه لي مين؟ كابولي. فهمتوا الكلمتين اللي قلتهم دول؟ طيب صلى على النبي. لو ان الباشمهندس المحترم، لو ان الباشمهندس المحترم بقى حب بيقول لك انت بتغلط فيا وبتغلط في الناس كده كده وتقول انت مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه، اقول لك اه انك لو عملت الاثنين دول كانتليفر بيتقال لك كلمه في السوق بره صعبه قوي تتقال لاي بني ادم في الدنيا. يا ريته بيقول لك انت مش عارف حاجه، بيقول لك يا خساره الخمس سنين اللي اتصرف عليك فيهم. فجمله جارحه، صح؟ الباشمهندس خد الجمله الجارحه دي وراح عامل ايه؟ قال لك طب اقسم بالله ما انا عاملها لا كانتليفر ولا كاميرا. راح واخد دي كده اهو يا ولاد، مش ده العمود ده الاكستنشن جوه؟ وده العمود وده الاكستنشن جوه. الباشا راح عامل ايه؟ بدل ما يعمل دي كانتليفر ويعمل دي كاميرا، بدل ما يعمل دي كانتليفر ويعمل دي كاميرا، راح جاي عايز يعمل دي كاميرا مكسوره بالمنظر ده. طب يعني انا كنت بقول لك ما تعملش كانتليفر وما تعملش اثنين كانتليفر، تعمل لي كاميرا مكسوره؟ طب ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ده كده ينفع على فكره، صح الكلام؟ بس ده كده لما يجي ينفع بقى هيبقى المشكله في ايه؟ ان دي تنفع تبقى كاميرا واحده كاف، تنفع تبقى كاميرا واحده كاف يا ولاد، صح الكلام كده؟ بس دي لما تبقى كاميرا واحده الحديد هيبقى جاي ازاي بقى بتاعها؟ حديد كاميرا طبيعيه خالص، حديد السفلي الاسياخ اللي بره ديت والعلويه تبقى جايه كده. طب واللي جوه دي تبقى عامله هنا مين؟ مقصات، مش كده ولا ايه؟ تبقى عامله مقصات، قاسم المقص هيجي كده ده هيكمل كده بالظبط اهو، وده المقص هيجي فوق كده. واضح الكلام؟ طيب دي كده الكاميرا دي عليها مين؟ هيحصل فيها تورشن. اشمعنى؟ قال لك لان دي ودي عايزين يقلبوا لبره. تعال يبقى الكاميرا اللي عليها تورشن ليه؟ لان دي عايزه تقلب لبره، تفتح لبره كده ودي تفتح لبره كده. ده معنى ايه في التوقيت ده بقى؟ يبقى نكتب مع بعض ان اول حاله من حالات التورشن ايه هي بقى؟ رقم واحد. دي بقى حالات التورشن بقى. يبقى رقم واحد من حالات التورشن وجود كسر بالكاميرا في المسقط الافقي. وجود كسر بالكاميرا في المسقط الافقي. يبقى دي اول حاله من حالات التورشن. وجود كسر بالكاميرا في المسقط الافقي. يعني ايه كسر بالكاميرا في المسقط الافقي؟ مش فاهم. يعني الكاميرا مش جايه ما بين التو اند بوينت بتوعها ستريت لاين مكسوره. يعني ايه؟ بصوا معايا كده، انا عندي عمود اهو صح؟ لو جيت عند الاستاذ الاورمتال ده عملت عمود، وهنا شلت العمود اللي هنا ده خالص، هل ينفع اعمل كاميرا كده كده؟ ينفع. يعني مفيش سبورت هنا، ينفع، بس هيبقى عليها مين؟ تورشن. ساعتها في التوقيت الكاميرا عليها تورشن بتسلحها ازاي حضرتك؟ قال لك بتسلحها بالمنظر ده، ادي الكاميرا صح؟ الحوار كله تورشن. يعني ايه؟ اول لازم تكون فاهم تورشن بالظبط عصر فوطه. هات الفوطه واعصرها كده. عزم لي. يعني عزم لي، عزم لي، عزم لي ده بيكون دايما دوران حوالين مين؟ المحور الطولي. يعني بمعنى اصح الكاميرا ده السنترويد بتاعها اللي انت بتحكي عليه. الكاميرا دي هتلف ازاي؟ تلف كده حوالين محورها الطولي. طب عشان الكلام ده تعالجه لازم تحط حاجتين في الكاميرا، ده ما فيهاش نقاش. لازم رقم واحد كائنات مغلقه. كان جايب المنظر ده كده. يعني ايه كائنات مغلقه دي؟ هي يعني ايه الكلمه دي؟ كان عاديه. لا يا حبيبي، الكانه العاديه كان كده اهو، القفلين في نقطه. الكانه المغلقه الطرفين داخلين يسلموا على بعض. واللي يوضح الكلام ده معاك هو الملزمه. شكل الكانات دي بالجد بقى معاك في صفحه كام؟ هات لي صفحه 100 وقارن لي بين صفحه 100 وصفحه 103. هتلاقي بقى الكنه اللي في صفحه 100 دي كان عاديه. الكنه اللي في صفحه 100 دي كان مين؟ عاديه. طب الكنه اللي في صفحه 103 دي كان مغلقه. شفتوا عامله ازاي الكنه المغلقه؟ الطرفين داخلين يسلموا على بعض جوه. يبقى دي معموله ايه الكنه المغلقه دي؟ اوتوماتيك مالهاش حل غير شحطه الترش. اتفقنا يا ولاد؟ وبيحط حديد كمان في الاركان هنا اهو، ده اشبه بحديد البلندار، بس ده بقى حديد عشان يكون دي مين؟ التورشن. ما ينفعش يكون فيها 10،
ده عمره ما هيقول عمره ما هيكون اقل من كام؟ من 5-12. يبقى بقامه في الاركان كده من الشمال ويمين، يبقى الحديد اللي في الشمال ويمين ده زي حديد البرندات اللي كنا قلنا عليه لما الكاميرا دي بسايز ده عن كام؟ عن 70 سم. لا، بيحط الحديد ده هنا اهو، والحديد ده بيكون في 12. يبقى بيقاوم التورشن عن طريق كام حاجه؟ مش كل كام ده ديزاين، فطلع لها حسابات بالتفصيل. يبقى بيتحط معايا الحديد ده اهو، بيتحط. يبقى معنى كده تاني بقول ان انا الحديد اللي هقاوم بيه التورشن هو كام حاجه؟ حاجتين، كانت مغلقه واحد الطول في اركان القمر. صح الكلام ده؟ طب واول حاله من حالات التورشن كانت ايه يا اولاد دلوقتي في ايامنا بعد اذن حضراتكم؟ اول حاله من حالات التورشن وجود كسر بالكاميرا في المسقط الافقي. ده معناه يا باشمهندس عمر انك عايز تفهمني ان لو الكاميرا كانت جايه كده مثلا ما بين العمودين كده مايله بالمنظر اللي انت شايفه ده بالظبط، ساعتها في تورشن؟ لا لا على طول لا. ليه؟ في الكاميرا ستريت لاين ما بين التو اند بوينت بتوعها. يا لهوي، يعني انت عايز تفهمني ان لو الكاميرا اترست، ده احنا كنا متعلم في الكليه الكاميرا يا راسيه يا ايه يا افقي. غلط. مين قال لك الكلام ده؟ غلط. مين قال لك الكلام ده؟ الكاميرا طول ما هي خط مستقيم ما بين العمودين اللي شايلينها مفيش ترش. واضح قصدي؟ يبقى دي اول نقطه بالنسبه لي. طيب صلى على النبي، هل في حالات ثانيه للترشن؟ ده احنا هنقعد مدة. يلا يا باشا توكل على الله كمل. توكل على الله كمل. يلا ايه تاني؟ يبقى دي كيس نمبر 1. كانت المايله بس ايه؟ كانت مايله، كانت مغلقه. قلت انها ما بنقلش على 5-12 اول افقيه او اسف حسب الديزاين برضه، حسب الديزاين. خلاص كل الكلام ده بالديزاين. وشيت اكسل معايا بدو لك انا عامله كويس جدا في الكلام ده، بيطلع لي ارقام بالظبط. طب تاني حاله ايه هي؟ تاني حاله ممكن الباشمهندس المحترم يكون عامل سلم، والسلم ده اهو قال الدرج بتاعه، وكان حاطط في اعتباره انه هيطلع في الشارع بواسطه نص الدور. بس للاسف الشديد لما جه يطلع في الشارع بره هيلاقي شكل السلم لو اتعمل كده بره يعني مستطيل كده شكله وحش. فقال لك اعمل الباسطه دي واخده شكل مين؟ دوران كده. عشان يعمل الباسطه دي واخده شكل دوران كده يبقى لازم يعمل كاميرا هنا دوران برضو عشان تشيل مين؟ قلبتين السلم. راح عمل الكاميرا هنا برضو مين؟ واخده شكل الارك كده. الكاميرا دي برضو عليها تورشن. يبقى اي كاميرا دائريه في المسقط الافقي عليها تورشن. عامله زي مين؟ الرينج بين. الرينج بين صح كده؟ دي عليها مين؟ تورشن، اللي هي الكاميرا اللي بتمسك مين الخزانات من فوق. صح كده ولا ايه؟ اه. يبقى الرينج بين برضو عليها تورشن. اي كاميرا بتاخد شكل غير الخط المستقيم عليها مين؟ عليها تورشن. الاول الباب والحاجات دي؟ لا انا قلت يا جماعه معلش والنبي معلش والنبي عشان نركز مع بعض. انا قلت انهي كاميرا؟ كاميرا عليها تورشن اي كاميرا دائريه في المسقط الافقي. يعني لما تيجي تبص على الكاميرا من فوق كده في اللوحه تلاقي الكاميرا واخده شكل دوران. واضح انا قصدي ايه؟ انما الكاميرا كقطاع كده عندك في الوش، الكاميرا معموله بالمنظر ده كده يا اولاد، عقد كده. في كاميرا بيتعمل كده اسمها كاميرا عقد. الكاميرا دي مش عليها تورشن. ببقى في القباب والكلام ده كله ببقى عليها تورشن برضه لانها دورانيه. اتفقنا؟ الهوريزونتال لازم تكون الكاميرا في الهوريزونتال بلان او الهوريزونتال فيو بتاعك، بلان فيو بتاعك لازم تكون الكاميرا مش خط مستقيم. اتفقنا؟ طب دي حاله كمان؟ اه دي حاله كمان. طب صلى على النبي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قال لك بص معايا بقى، عندي معاليك مظله بالمنظر ده. عند معاليك مظله بالمنظر ده كده. ده ايه ده يا ترى؟ يا باشا ده عمود، وادي هنا عمود، وادي كاميرا، وادي مين؟ البلاطه كده طايره في الهواء، مظله. صح الكلام؟ لما ناخد النظام ده كده واقطع كده واتفرج، هل ان ده كان نظام استراكشر جاي عباره عن فيكسد كانتليفر؟ مش كده ولا ايه؟ لما اجي اخد الكلام ده بره هل ان دي اهي ادي البلاطه خدت قطاع، وادي الكاميرا، وادي العمود مكمل من تحت، مش كده ولا ايه؟ المشكله كلها انتوا عارفين في ايه؟ ده نتيجه بس اون ويت المظله دي، بلاش يكون في حمل فوق يا سيدي. نتيجه اون ويت المظله دي اللي هيحصل كده فورم تشيب. كده فورم تشيب دي هتبقى كده. اهي بالمنظر ده. ولا انا غلطان كده؟ ايه اللي هيحصل ساعتها في الكاميرا؟ هيحصل ساعتها في الكاميرا عايزه تلف حوالين محورها مين؟
يعني هيحصل مين؟ تورشن. يبقى الحاله الثالثه في التورشن ايه هي؟ ان الكاميرا هتكون من ناحيه متحمله من ناحيه كانتليفر والناحيه الثانيه فري فاضيه مفيش حاجه شايلاها. ساعتها المومنت اللي هيحصل هيبقى بالكامل عامل تورشن على مين؟ على الكاميرا. مومنت هيبقى جايب المنظر ده كده. بس المشكله كلها انتوا عارفين في ايه؟ ان ده كانتليفر محتاج شوك مش كده ولا انا غلطان؟ وفي نفس التوقيت الكاميرا عليها مين؟ تورشن. فالحل ايه ساعتها؟ قال لك الحل ساعتها كتسليح بقى بتبقى الشوكه بتاعه الكانتليفر هي نفسها الكاينه بتاعه الكاميرا. دي مش مهندس كاميرا كانتليفر وما بتقلش عن كام الشوك دي من غير ديزاين خالص بقى عن 5.12 عندنا. كاميرا كانتليفر ولا استاد كانتليفر؟ يا فندم دي بلاطه طالعه كانتليفر كده من الكاميرا. تمام. هنا مفيش حاجه خالص فاضيه. واضح انا قصدي ايه؟ مفيش باك يا جوه. معايا يا فندم؟ انا قصدي استريت مش على العمودين يعني. يعني البلاطه متشال على الكاميرا والكاميرا متشال على العمودين وشكرا. بارك الله في ملازم كده عليها توشن؟ كده عليها توشن اوتوماتيك. ليه ليه ليه؟ دي عايزه تحصل لها ديفورمد شيب. الكاميرا عايزه تحصل لها ايه؟ تلف كده. لفت الكاميرا كده دوران حوالين محورها الطول مش كده ولا ايه؟ طيب وراجع اللوحه اللي هو شخصيا وارسم السيخ ده كده اهو. بعمل دي كده اهو واروح جاي عامل ايه يا اولاد؟ نديله دايمنشن كده من الاول للاخر واكتب عليها وليكن 5.12 على المتر كائنات مغلقه او شوك بالمنظر ده كده. بتبقى اسمها شوكه لف. بتبقى الشوكه دي هنا هي نفسها الكائنه بتاعت مين؟ الكاميرا. واضح الكلام؟ وما بتقلش عن 5.12. طب دي حاله. الحاله التالته كانت عباره عن ايه؟ معلش بسرعه كده ثواني بسرعه. كانت عباره عن ان في الكاميرا متحمله مكان ديليفر والناحيه الثانيه فري. طب لو ان دي فعلا برضه لازلت بقول يا هندسه انه عند حضرتك دي جايه كده اهي ادي ده عمود ادي ده عمود بس دي مظلله من ناحيتين. انت معايا كده خلاص؟ تمام. يعني بلاطه من ناحيتين دبل كانتليفر وفي كاميرا في النص شايلاها. دي كده 2 متر ودي كده متر ونص. لما تيجي تاخد ده كده بقى كاستراكشن دي متر ونص ودي كام؟ 2 متر. هتلاقي المومنت اللي جاي على دي جاي ازاي؟ المومنت اللي جاي دي ازاي؟ فرق العزمين دول هيعمل معاريك المتورش. ده حصل ليه؟ لان الناحيه دي كانت مالها كانتليفر والناحيه دي كانتليفر والاثنين دول متساويين. طب في الحل ايه ساعتها في التوقيت ده بقى؟ خلي بالك المومنت كله فين؟ فوق. فانا لو خدت قطع في البلاطه هيبان معايا قطع البلاطه كده ان دي متر ونص ودي كام؟ 2 متر وده العمود وده الكاميرا ودي مين؟ العمود. ساعتها الحل ايه؟ ساعتها الحل كتسليح انه مش هينفع توقف الحديد فوق خالص ولا ينفع تاخد شوكه لوحدها ودي شوكه لوحدها. بيسموها شوكه لف يا اولاد. يعني ايه شوكه لف؟ بص معايا. يعني بتبقى الشوكه جايه كده ماسكه الاثنين كانتليفر مع بعض. دي بخلاف الكائنات المغلقه اللي موجوده جوه مين؟ الكاميرا. والشوك دي ساعتها ما بتكونش اقل من 5.12 على مين؟ عندك. ده من غير ديزاين اصلا كده. فاهمين انا قصدي ايه؟ ده بعيدا عن الديزاين. يعني هتعمل ديزاين وهتطلع هي كام؟ واجي ارسمها على مين؟ على اللوحه. تبقى الشوكه مرسومه على اللوحه ازاي؟ ده الوش اللي فوق ودي كده هنا اهي وده الوش اللي تحت ودي هنا كده اهي. انتوا معايا كده؟ واروح جاي واخد لها دايمنشن من الاول للاخر واكتب عليها 5.12. يبقى الحاله دي رقم اربعه مش كده؟ الحاله رقم اربعه كان فيها ايه لو سمحت بعد اذنك؟ ان البلاطه من ناحيتين دبل كانتليفر على الكاميرا. طب الدبل كانتليفر الاثنين كانوا مالهم؟ مش متساويين. طب لو متساويين؟ مش لو متساويين برضه في تورشن. اتفقنا؟ سواء متساويين او غير متساويين برضه في تورشن. ليه يا فندم؟ خدنا في الخرسانه حاجه اسمها الكيس اوف لودنج. يعني الكيس اوف لودنج يعني لو الاثنين متساويين ده 2 متر وده 2 متر وطلع ناس وقفت هنا او شون حاجه هنا بقى هنا توتال لود انما هنا ديد لود. هنا توتال لود لكن هنا ديد لود. يعني برضه هيبقى في مين؟ تورشن. يبقى سواء الكاميرا كانت متحمله دبل كانتليفر متساوي او غير متساوي كده كده في تورشن. واضح انا قصدي ايه؟ لو غير متساوي كده كده تورشن. طب لو متساوي الاثنين كانتليفر نتيجه الكيس اوف لودنج ان انت ما تضمنش ظروفه ايه ممكن يحصل مين؟ تورشن. لان الحمل الناحيه دي غير الحمل مين؟ الناحيه دي. اتفقنا؟ رغم ان لما تفكسدها في العمدان برضه عايزه تلف. اه يا فندم طبعا مالهاش علاقه. ما هو الكاميرا نفسها عايزه تلف
واضح انا قصدي ايه؟ الكاميرا نفسها كمحور طولي، بص مش بص القلم كده، بص القلم هتلف كده. في فرق ما بين الدوران كده، الدوران كده، في فرق ان ده كده عايز يتقوس كده، ده كده ديفليكشن، ده كده تورشن. كده عشان السكاب المنطق بقى اي كاميرا طرفيه عليها تورشن. لا بس هفهمك، بس هقول لك كمان شويه معناها ايه، حدها ايه. طيب صل على النبي، الحاله رقم كام؟ 4 صح؟ تعال نمسك بقى الحاله رقم 5 ودي اخر حاله فيهم دلوقتي عشان ابدا بقى اشتغل تورشن بجد. هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ ما انا عايز افهمك يعني ايه تورشن، عشان لما تخش المشروع وفي ايديك لوحه وكاميرا قدامك ورحت تنفذ ومش عارف التورشن يعني ايه، والبيك انا كاميرا على تورشن ما حطش فيها الحديد والكرات المغلقه، البيت وقع. واضح انا قصدي ايه؟ يبقى لازم على فكره قبل ما تتنفذ تكون فاهم تصميم يعني ايه، حتى ولو مبادئ سيدي، لكن داخل على التنفيذ لا تفقه شيء في التصميم، يبقى انت راح تعمل ايه بالظبط؟ صح ولا انا غلطان؟ طب تعالى صل على النبي. بص يا فندم، ودي حته ممكن اشتغل فيها النهارده اول مره اللي جايه، ايه هي بقى؟ بص معايا كده، دي عباره عن بلاطه جايه بالمنظر ده كده اهو، ادي كاميرا اهي، ادي كاميرا اهي، كاميرا اهي، كاميرا. بس ده هنا كان حمام ومعمول بلاطه سوليد سلاب، حمام بلاطه سوليد سلاب صح الكلام؟ ودي جنبها عباره عن بلاطه كانتيليفر بلكونه. الحمام السوليد سلاب اللي بيحصل فيه دايما قال لك بيجي على الحمام السوليد سلاب بياخد بلاطه بالكاميرا يعمل فيها ايه يا اولاد؟ بيهبطها، يعني بتنزل 10 سم على مستوى السقف. يعني معنى كده ان دي كباكيه دي اسمها ايه؟ بي. بي يعني ايه بالانجليزي؟ بالعربي باكيه. صح الكلام ده؟ وده كده مين؟ كانتيليفر. لما تيجي تاخد قطاع في دي كده هيبان لك القطاع ازاي؟ قال لك هيبان لك القطاع في التوقيت ده ان دي جايه الكانتيليفر اهو. انتوا معايا كده؟ دي مين؟ الكاميرا دي؟ البطه دي في مستوى دي؟ لا، اما البطه دي فين؟ البطه دي اهي. وادي الكاميرا الناحيه الثانيه اهي. ده القطاع اللي قدامك. هل ساعتها في التوقيت ده الباكيه دي ماشيه مع الكانتيليفر في نفس المستوى؟ يبقى الكانتيليفر ساعتها لما يجي يحصل له مين؟ ديفورمد شيب، يعني هيعمل على الكاميرا دي مين؟ ديفليكشن. يبقى الحاله الخامسه ايه هي؟ لما بيكون عندي بلاطه سوليد سلاب معموله حمام وطالع منها كانتيليفر. الكانتيليفر ده اوتوماتيك يعمل تورشن على مين؟ على الكاميرا. ساعتها في التوقيت ده حضرتك مباشره بيبقى تسليح الكانتيليفر ده جاي ازاي؟ شوكه الكانتيليفر هي نفسها الكنه بتاعت مين؟ الكاميرا. وارسمها ازاي على اللوحه؟ بروح جاي على اللوحه شخصيا وارسمها كده، شوكه الكانتيليفر هي نفسها الكنه بتاعت الكاميرا، بتترسم على اللوحه كده، تاخد دايمنشن اهو وتقول له ان دي ماشيه مع دي. اتفقنا كده؟ يبقى دي الحاله رقم كام؟ رقم 5. في عندك باكيه، لكن الباكيه مش في نفس مستوى مين؟ الكانتيليفر. للاسف الشديد كده بقى بقت كل دماغنا دلوقتي عماله تقول ايه؟ كل الكاميرا عليه تورشه. لا يا فندم، مش كل الكاميرا عليه تورشه. فاحب انوه معاك ان انا هرسم معاك رسمه بسيطه دلوقتي قوي هتجيب لك يعني ايه تورشن ويعني ايه مش تورشن. ودي صفحه لوحدها بعد اذن حضرتك. دي اهم حته في الحصه. يلا. الرسمة اللي قدامنا دي عبارة عن التالي. دي كده عبارة عن باكية بي، فيها مشكلة؟ ده كده عبارة عن سكاي لايت منور. معايا ولاد؟ تمام. دي كاميرا 2 3 4 5 وده كانتليفر كاميرا اللي هم الخطين اللي تحت دول. صح كده؟ دي عبارة عن براطة كانتليفر بالكامل، دي براطة كانتليفر اهي. الحوار كله الراجل كل اللي طالبه منك الراجل هو دراسة سلوك الكاميرا اللي على محور ألف. دراسة سلوك الكاميرا اللي على محور ألف. لما تيجي تقنع نفسك بدراسة سلوك الكاميرا اللي على محور ألف اللي هي الكاميرا دي، هتفاجأ بحاجة، إن الكاميرا دي لما تيجي تتعمق فيها شوية هتلاقيها متقسمة لثلاث محطات. ولا أنا غلطان؟ محطة من أول هنا لفين؟ محطة من أول هنا لحد نهاية المنور. تمام كده ولا أنا غلطان؟ محطة لقد الباكية اللي معاها هنا، والمحطة الثالثة في الدبل كانتليفر دول. يبقى الحوار مش مظله ودبل كانتليفر والكلام اللي انت كنت عمال تقوله من شويه، لا الحوار مبنى اهو. يلا وريني هتعمل ايه؟ اسالك سؤال، في المحطه الاولى الاستيشن الاولانيه اللي فوق دي كده
القمة دي بتحملها من الناحية دي ايه؟ من الناحية دي كانتليفة. طب من الناحية دي يبقى عليها مين؟ تورشن. مش كده ولا ايه؟ طب حالة تورشن ساعتها كنا بنعمل ايه؟ كانت بتبقى الشوكة بتاعة الكانتليفر هي نفسها الكائنة بتاعت القمة. بس الكلام ده من فين لفين؟ من هنا لحد هنا بس. ولا انا غلطان كده؟ صح كده؟ تمام. ما انا قلت لك اظبط لك الدماغ بالحته دي. طيب صل على النبي، انزل تحت. طب الكانتليفر الكاميرا ده من الناحيه دي كانتليفر ومن الناحيه دي مين؟ يبقى اوعى تقول لي متساويين ولا غير متساويين، ما انت فهمت خلاص اللعبه. يبقى كده كده في مين؟ طب حلو ايه؟ شوكه مين؟ الشوكه اللف اهي. ودي ماسكه من هنا لهنا. ولا انا غلطان؟ طب تعالى لي بقى عند الستيج اللي في النص دي. ده ايه؟ كانتليفر. دي ايه؟ باكيه. كده في مين؟ مفيش تورشن. مفيش تورشن. ليه مفيش تورشن؟ خد دي كده قطعها واطلع بره. مش ده سبورت اللي هو ده وسبورت اللي هو دي ودي بلاطه ودي كاميرا وده كانتليفر؟ المهم انت جاي ازاي؟ المهم انت قبل زي بعض. دي كده مفيش تورشن. كده دي محتاجه مين؟ ها فنان شوك تخش مره ونص البحر. نص المره نص البحر دي كده اللي مين؟ اللي كانتليفر اللي هتخش معاك من هنا لحد هنا مين؟ واحد ونص اللي مين؟ كانتليفر. استناني بقى، بدا مش حمام، دي بلاطه عاديه. يبقى فرق الرسمه دي عن الرسمه دي ايه؟ ان دي باكيه جنب كاميرا، باكيه جنب كانتليفر ماشي، بس الكانتليفر والباكيه مش في مستوى واحد، ده اللي عمل التورشن. انما هنا كاستراكشر دي بلاطه وجنبها كانتليفر مفيش تورشن، فدي بقى الكانتليفر صريح محتاج شوك تخش جوه مره ونص مين؟ البحر. اتفقنا؟ يبقى معنى كده ان دي هتبقى جايه في المنطقه دي كده اهي. فهمت يعني ايه تورشن بقى؟ فمش كل حاجه بقت تورشن. طب السؤال المهم، على فكره بقى لو حصل اي ديفورم شيب، بص لايدي عشان ما اسمعش السؤال اللي ساله، لو حصل اي ديفورم شيب في البلاطه دي نزلت تحت كده، نزول البلاطه دي هيخلي القمر من الاربع تركات من الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي في اللي جوه. يعني يحصل تورشن. خلي بالك جميع الكاميرات عليها تورشن. بس التورشن اللي بندرسه دايما هو التورشن الصريح اللي زي دي وزي دي. انما لو تورشن خفيف بقى نتيجه الديفورم تشيب اللي بيحصل في البلاطه فده نيجليكتد في الديزاين. الكنات بتشيل يا عم وتظبط الاداء. فهمت انا قصدي ايه؟ يبقى التورشن الصريح اللي تخاف منه هو الكيس من الكيسز الخمسه اللي احنا قلناهم بايدينا دلوقتي. اتفقنا؟ في كيس سته على فكره بس خليها معانا. خلاص كده؟ طيب صل على النبي. الرسمه دي على هذا الوضع فيها فيتال ميستيك. بسرعه كده حد يطلع لي الفيتال ميستيك اللي في الرسمه دي، انا اتاخرت قوي. بسرعه الفيتال ميستيك اللي في الرسمه دي ايه؟ انهي؟ المنطقه تحت دي؟ مالها؟ الباكيه اللي البلاطه اللي في الجنب دي دي؟ مالها بقى؟ متشالة على ايه من الناحيه دي؟ لا ما عادي، ما دي كلها شوك. مش دي ده اهي. ايوه صل على النبي. لا ده اهي الحته ده اهي بس. صل على النبي بقى. بص معايا دي ايه يا ولاد كده؟ مش كانتليفر؟ دي ايه؟ مش باكيه؟ ايه؟ عارف المشكله كلها في ايه؟ لما احط باكيه كانتليفر دي هتجيلك بالخبره بقى ماشي. لما تحط باكيه كانتليفر جنب باكيه لما تحط قصدي كانتليفر جنب باكيه يحصل عندك كارثه. انتوا عارفين ايه هي؟ صل على النبي. انا هعتبر القلم الاحمر ده يا ولاد هو عباره عن الكاميرا دي. حد عنده اعتراض؟ هعتبر القلم الازرق ده هو عباره عن الكانتليفر اللي طالع ده. حطهم على بره بعد كده هم. حلو الكلام؟ كلام جميل. هعتبر ايدي دي هي الضرب الكانتليفر بلاطه دي. فهيتحط على القلم الازرق ده ازاي؟ من النص كده. صح؟ تمام. الشوكه اللف اللي انت عاملها دي بقى بالنسبه لده انا عامل حركه ازاي؟ كده. طب لو هو اتحرك كده فعلا هل في اي حاجه على الاطلاق ماسكها مع الكاميرا دي؟ يبقى على طول اوتوماتيك ده اهي هتحصل شروخ مباشره من غير ما تفكر. يبقى هيحصل شروخ لو انت حاطط باكيه كانتليفر جنب باكيه سيمبل. ده لعدم تساوي مين؟ الديفليكشن. يبقى الحل الصح ساعتها ايه؟ الحد الصح ان الباشمهندس الشاطر يروح جاي عامل شوك كده اهو وتخش مره ونص البحر وتتوزع من هنا لهنا. الشوك دي عملت كاميرا لو كانت دبابيس مكتب مسك دي مع دي عشان ما يحصلش هنا مين؟ شروخ اثناء ما يحصل ديفورم تشيب في دي. هو ان هذا باشمهندس ما فيش
لا يا فندم هنا لا مفيش شروع. قلنا ده انا ده هيت في الاتجاه الثاني كده علو سفلي 5 في 10 عشان يشيل مين الحديد اللي عندك ده رايح فين. اتفقنا؟ لا لا المشكله هنا اهو، المشكله هنا اهو مش هنا. دي فورمة شيب، دي دي فورمة شيب، دي مش كده، دي فورمة شيب دي كده. انا قصدي الحته اللي تحت بقى خالص، ما هي دي برضو كده. فين بقى اللي شال؟ ما هو دي معاها كده، دي ما فيش هنا حاجه تشيلها، ما هي ماشيه حته واحده. المشكله كلها الخطوره هنا، لان دي من نفس النوع دي، انما دي هنا مش من نفس النوع دي، دي كانت ليفر دي باكيه، دي حاجه ثانيه. واحد انا قصدي ايه يعني، دي حته على بعضها لكن دي هنا مختلفه عن دي. ده اللي هيولد شرخ فين؟ في الحته دي. يبقى لما تلاقي بلاطه كانت ليفر جنبها بلاطه باكيه، على طول لازم تحط شوك عشان تحل مين مشكله الشروخ اللي هتحصل. الحته المهمه جدا بقى اللي اخلص منها في التورشن هنا، الا وهي ان عندك الكاميرا لها بعدين بي ومين ودي، عندك في بيندنج مومنت وعندك في تورشن. لو الكاميرا انسيف في المومنت فانت هتزود ككروس سكشن، هتزود تي. يبقى الافكتيف اليمنت في المومنت في الكاميرا اوعى عمرك تنسى دي، مش بيقولوها في الجامعه، اوعى عمرك تنسى دي، دي اخطر حته في الديزاين على الاطلاق، على الاطلاق تماما. اخطر حته ايه هي؟ ان لما تكون الكاميرا انسيف في المومنت فلما تزود زود تي، ما تزودش بي. طب لما تكون الكاميرا انسيف في التورشن زود بي، ما تزودش دي بعد اذنك. اشمعنى؟ لان الكاميرا اهي، الكاميرا اهي، لما يجي يحصل لها دوران بتدور حوالين الطول ولا حوالين العرض؟ حوالين العرض. ده معناه ايه؟ انك لو لقيت الكاميرا عليها تورشن ممنوع منعا باتا يقل عرض الكاميرا عن 25 سنتي. فهتيجي بقى تقول لي ساعتها ايه؟ ما انا هعملها بقى يا باشمهندس 12 عشان ما تعملش طز في الحيطه وطز في المعماري ساعتها. كرسمه معماريه يعني. لسبب بسيط، انك لو عملت الكاميرا 12 من رابع المستحيلات تبقى سيف في التورشن. ده كلام ما فيهوش نقاش. يبقى معنى كده ان اي كاميرا عليها تورشن ممنوع منعا باتا يكون عرضها اقل من 25 سنتي. ده كلام ما فيهوش نقاش تماما. وضحت؟ لان في باشمهندس محترم الله يعمل فيته يروح عامل الكاميرا 12 في 70 وتطلع وعليها تورشن تطلع انسيف، يقول لك انا عايز احافظ على 12، يروح عاملها 12 في 2 متر الانسيف لسه، 12 في 3 متر 20، الحمد لله بقت الكاميرا سيف. حط دي في جيبه كده، بقت الكاميرا سيف. الله يخرب بيتك، ده نزل الكاميرا الدور اللي تحت اللي تحت. انت عارف في حين ان لو خلى الكاميرا ده اهي 25 بس في 70 بقت سيف. انت متخيل 13 سم في العرض قبله قد ايه في الطول؟ السنتي في العرض صدقني انا على الاقل كما لو كان هنا 70 80 سم في العمق. لما تيجي تعمل تشيك مين؟ التورشن. فالعرض هو العنصر الفعال تماما. اتفقنا؟ طيب صلى على النبي. نخش بقى في مذكرتنا ونجيب صفحه كام بقى؟ ونجيب صفحة 56. تعالى بقى نقارن ما بين الأنظمة الإنشائية المختلفة. هنقارن من وجهة نظر حاجتين رئيسيتين يا ولاد. من وجهة نظر حاجتين إيه؟ رئيسيتين. إيه هما؟ الماكسيمم ستان والماكسيمم إريا. يعني أنا عندي باكية زي اللي إحنا فيها دي. هقارن من حيث أكبر بحر للكاميرا في الباكية دي، وفي نفس التوقيت من حيث المساحة الداخلية بين الأربع كاميرات أو مساحة المبنى ده. واضح أنا قصدي إيه؟ طيب صلى على النبي. نمسك أول حاجة عندنا مين؟ ستوريج سلاب. ستوريج سلاب طبقا للكود هي أقصى مساحة تقدر تشتغلها ستوريج سلاب كام؟ 36 متر مربع. مش بقول من دماغي، ده الكود اللي بيقول كده. بس صلى على النبي. لو أنت عملتها 36 متر مربع فتأكد إن شاء الله بإذن الله كده وأنت مطمن ان الديفليكشن انسيف، يعني رحت في داهيه. طب انا همشي بالكود ولا همشي بدماغ انا؟ لا انا همشيك باللي يخليك سيف على طول وانت مطمن ومش تاخد بالك من اي تشيكات ثانيه. يعني ممكن نوصلها لحد كام ستورج سلاب؟ ممكن نوديها ل 30، ممكن نوديها ل 30 متر مربع. طب هي ستورج سلاب بتبدا كتخانه من كام؟ ستورج سلاب بتبدا، لا مين اللي قال 12؟ على فكره الريزنس بتاعها من 8 كمان. في 8 وفي 10 12 14 15 16، دي تخانات السوليد. عمليا
بنبدأ من أول 12. عمليا بنبدأ من أول كام؟ 12. طب لو أنت عملتها 10 اعملها 10 وممكن تطلع سيف على فكرة، بس الخطورة إنك عاملها على اللايف لود العادي اللي هو 250 كيلو جرام أو 200 كيلو جرام على متر مربع. افرض البيت ده بقى حصل فيه فرح، حصل في الشقة دي عيد ميلاد، هتبقى أمن على السماعة يالا ولا إيه بالظبط؟ صح كده ولا إيه؟ يبقى خربت مش كده يا عمرو غلطان يا ولاد؟ تمام. الست مين؟ صاحبة أحسن عمارة في الحتة صح؟ طيب يبقى دي كده دخلات السوليد ستابل هنشتغل عليها. طيب أنا هريحكم قوي، أنا قلت آخر كام من شوية؟ 30 متر مربع، يعني باقي 5 في 6. طيب اللي بيوديني الكلام ده أقول لك على حاجة حلوة بقى، تجيب دخلات السوليد ستابل إزاي على طول وأنت واقف؟ شوف مساحة القطع السوليد ستابل من جوه جوه كام؟ كباكيا لو طلعت معاك المساحة بتاعتها في حدود 18 متر مربع فاخدها 12. انا هربط لك بقى التخانات بالمين بالمساحات على طول. لو حدود 18 متر مربع خدها 12 سنتي وانت حاطط في بطنك بطيخة صيفي ومش خايف من ديفليكشن. طب لو كانت المساحة بتاعت البلاطة ما بين 18 ل 22 فهتاخدها كام؟ 14 سنتي. طب لو كانت ما بين 22 لحد 25 متر مربع خدها 15. اكبر من كده من 25 لحد 30 متر مربع خدها كام؟ 16. فانا بريح عليك. لا تقول لي بقى قوانين بقى الكود تي على 40، اسف ال ال على 40 وال ال على 45 و 35 و 30 لو كانت 1 واي ولا 2 واي و كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، لان الكلام ده في الاخر كله برمته هيطلع لك تخانه اقل من 12 سنتي وهترجع انت في الاخر اسيوم ان تي اس 12 سنتي. طب ليه بتوجع دماغ اهلي من الاول؟ طب تحطها على طول في الاسيوم وتريح نفسك بدل ما انت فاهم اللي فيها من الاخر. طب دي تخانات مين السوليد؟ طب خلي بالك السوليد شغاله بكام شبكه حديد؟ شبكه سفليه بس. اذا زادت تخانه السوليد سلاب عن 16 سنتي او البلاطه عامه عن 16 سنتي فبيبدا تاثير التمدد والانكماش في الطبقه الالويه من الخرسانة. فلازم غصب عنه ساعتها يحط مين؟ شبكة حديد علوية. وده ساعتها اللي بيخلينا نقول ان الفلات بتبدأ من اول كام بقى كتخانة؟ من اول 18. لان من اول 18 ببدأ غصب عنه احط شبكة مين؟ علوية. صح الكلام ده؟ يبقى 18 بعدين كام يا ولاد؟ فلات بقى حد مليني 18 و20 بعدين كام؟ 22 24 25 26 28 30 32. حد يمسك الباشمهندس؟ محدش يمسكني. لحد كام؟ 50 60 سنتي كمان. ما هو ايوه كتير. ما هو اللي يقول كتير ايه بقى؟ صلى على رسول الله. لو انت وصلت، ما هو اللي طلعني من السوليد وداني فلات الديفليكشن بقى انسيف لان البحور زادت. طيب انا اول ما اوصل بالفلات سلاب في الفلات سلاب لحد 26 وابدا عندي اخد 28 ده معناها الفلات سلاب مش بقت انسيف، لا هي سيف. بس بقى النظام كده نوت اقرا الكلمه نوت ايكونومي، نظام غير اقتصادي. كده انت بترمي فلوس في الارض يا عم الحاج. صح الكلام ده؟ ما تجيش بقى تعمل لي زي عربي تقول لي فلوس عز ويقعد يعمل كده. صح؟ ماشي. لا يبقى ساعتها ايه الحل؟ قال لك هو انت ليه اصلا؟ ايه اللي دفعك توصل لل 28؟ اوعى تقول لي عشان ال انا عايز اعمل كده. بتعمل كده ايه؟ ده اسمه غباء. اللي دفعني نوصل 28 ان البحور كبرت قوي وبالتالي الديفليكشن زاد. طب عشان البحور كبرت قوي والديفليكشن زاد ما عادش في حل غير انه يزود تخانه البلاطه. ساعتها في التوقيت ده اقول لك فكر في الهولو بلوك. يبقى الهولو بلوك افكر فيه امتى؟ لما يفشل نظام الفلات سلاب مش امانا اقتصاديا. وصلت يا فندم؟ لما يفتح يفشل معاك بس اقتصاديا تبدا تشتغل في مين؟ في الهولو بلوك. اتفقنا خلاص؟ طب الهولو بلوك بتشتغل معاك لحد بحر كام؟ ممكن تشتغل معاك لحد بحر 10 او 12 متر كمان. بس المشكله في الهولو بلوك بعد الكلام ده بتبقى ساعتها هتتعامل 2 واي. و2 واي وال1 واي لما بتزيد معاك عن البحور 10 متر و12 متر تبقى مكلفه جدا. فبتفكر ساعتها بقى في النظام البديل للهولو بلوك الا هو مين؟ البانل دي بيم. مش كده؟ او النظام الموازي للبانل دي بيم الا وهو مين؟ الوافل سلاب. ما تيجي نبص على الوافل كده مع بعض بسرعه. الوافل ده هو بالظبط كما لو كان هولو بلوك.
two-way. بس الحوار كله انه ما بيحطش مين؟ ما بيحطش بلوكات. امال بيحط مين؟ قوالب بلاستيك بيصب عليها وبعد كده يفكها، فبتكون له ربات فين؟ في الاتجاهين. واضح الكلام ده؟ اهي دومز، قوالب بلاستيك اهي شكلها. هي يا جماعه اهي دي شكلها القوالب اهي، وده شكلها هنا بتوصف الموقع على السقف. طبعا تخانه السقف ده بتكون يعني في حدود لا تقل عن 60 70 سنتي، انك ساعتها بتتكلم في بحر ممكن توصل لحد 15 متر من غير ولا عمود داخلي. يعني البحر بين عمود والتاني حوالي 15 متر من غير ولا عمود جوه. تمام. بعد ما بيحطها كده بيحط الحديد ويبدا يصب، وبعد ما بيصب يفك مين؟ بيفك مين؟ وخلي بالك السطح بتاعها معالج انه ما يمسكش في مين؟ في الخرسان. فمجرد ما يخلخل كده من الاربع اتجاهات تنزل معاه على طول. انت فهمت انا قصدي ايه؟ تمام. يطلع شكل السقف كده. مش عاجبك شكل السقف كده بيتشطب. بس في نقطه بقى مهمه الا وهي ايه؟ يا فندم هل ينفع يعمل الكلام ده كله لحد العمود كمان؟ خطأ قاتل. لازم يجي عند العمود دايما ويسيب دي كتخانه بلاطه كامله اللي هي 70 سنتي ولا حاجه اللي انت عاملها، عشان دي بتكون عباره عن مين؟ سوليد بارت، الجزء المصمت. يبقى لازم عند كل عمود، بص بص حتى مش ده بس، ده بص اللي ده كمان. ها تفهمتوا؟ اه يا فندم خرسانه خرسانه. ما لما تيجي تقارنها بقى باي نظام تاني ده اوفر. ما هو بص كل واحد في مكانه اللي اتحط فيه للسبب الاقتصادي فهو احسن. الموضوع مش موضوع امانه. انا ده اوعى تفكر دايما ان الحوار امان، بس هو امان وفي نفس التوقيت فلوس. واضح؟ تمام. طب صل على النبي. يعني لما احب ابص على الكلام ده، بص اهو والله العظيم اهو ايه اللي حصل. مش ده عمود اهو؟ هل البلوكات ها ايه ده اللي انا شاورت عليه ده بالقلم ده؟ ايه ده؟ السوليد بارت، مش كده ولا ايه؟ بعد ما يشطب ويخلص بيبان المنظر بالشكل ده كده. ممكن بقى الباشا ها، ممكن الباشا هنا يروح جاي عامل ايه؟ مفنش ومظبط اللي هو عايزه، او يعملها بالمنظر ده، او انه يعملها سقف معلق ويداري الكلام ده. بس دي شكلها ممتاز كده، مش وحش. صح الكلام كده ولا ايه؟ طيب صل على النبي. النقطه المهمه جدا ايه هي بقى؟ طيب البديل للوافل سلاب ايه بقى لما بيزيد معاك عن 15 متر ويوصل بقى 17 متر و20 متر على طول؟ فريمات. طب والفريمات اخرها كام وبيكون كح التراب؟ بيقول لك بيكح تراب ما عادش قادر. 25 متر. اكتر من 25 متر بيبدا يفكر بقى في مين؟ في التغطيات بقى، الفرنديل جيردر او الفرنديل تراس او الستوس او الكلام ده كله. صح الكلام ده؟ او الارش جيردر او الارش سلاب او الحاجات دي. طب الحاجات دي اخرها برده كام؟ 35 40 متر. صح؟ طب بعد كده مش هينفع يفكر غير في بريست ريست او البوستج. يبقى انا جبتها لك من اول سوليد سلاب لحد ما وصلنا لاخرنا خالص. صح؟ طب ارجع بيك تاني بقى وبعد اذن حضراتكم. عايز صفحه كام وكام؟ عايز صفحه يا فندم صفحة 57 و56 والاثنين حطهم لي في وش بعض، لان انا كده رايح اقارن ما بين القط والفار. بس في نقطة بسيطة، لو رجعت بيكوا على الصفحة اللي هي 57 تاني، انا كاتب لك فوق السوليد سلاب الماكسيمم سبان كام؟ 5 متر. دي مقصود بها ان البلاطة هنا 2 واي وليست 1 واي. ما انا ممكن اعملها سوليد سلاب 2 في 10، ما هي 1 واي واكبر سبان 10 متر، بس دي 1 واي يا حبيبي. وصلت؟ لكن انا قصدي بيها دي ان البلاطة 2 واي وليست 1 واي. ركز في الكلام اللي بقوله، وانا ما بقولش الكلمة لما اكون قاصدها. طب تعالى لي 56 نقارن بقى بين القط والفار اللي هو الفلات ومين؟ والسوليد. نمسك اول حاجه في الفلات. السوليد اسف، لا السوليد بتقول لك ايه؟ السوليد بتقول لك ايه؟ انا هبص انا شايف منين؟ رقم واحد بيقول لك ايه؟ خلي بالك ان الميزه هنا عيب هنا على طول. التكلفه ليست كبيره مقارنه بالانظمه الانشائيه الاخرى. يبقى اوفر النظام على الاطلاق مين؟ السوليد. صح الكلام؟ هناك رقم كام بقى؟ رقم 7. التكلفة أعلى من النظام اللي فات. طب رقم 2 في الفلوس سوليد سلاب بيقول لك ايه؟ لابد من وجود كمرات أسفل كل حائط وإن لم توجد يوضع. مش ده اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ لو عندي عايز أعمل حيطة على السوليد سلاب ومش تحتها كاميرا أحط مين؟ فواتير. طب هناك الكلام ده موجود؟ لا. هناك بقى علاجها واحد وكام؟ واحد وستة. ستة بيقول لك إيه؟ مرونة التعامل مع أحمل الحوائط. حط حيطة في أي مكان زي ما أنت عايز يا برنس. ولك يا برنس
ماشي يا باشا تمام. رقم كام؟ 3. تستخدم في حاله المباني السكنيه العاديه، يعني بمعنى اصح عمارات اسكان شباب وكلام زي ده، كل التفكير مش تفكير في فلوس، كل التفكير تفكير في مين؟ اسف، كل التفكير مش منظر جمال، كل التفكير تفكير في مين يا جدعان؟ في فلوس، يوفر بس، صح؟ انما هناك 11 بيقول لك فيها ايه؟ تستخدم بقى في الحاجات اللي هي طب رقم 4، ودي ميزه مهمه جدا 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 في السوليد ستيت، وعيب خطير جدا 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 في الفلات. السوليد ستيت من افضل الانظمه الانشائيه على الاطلاق في التعامل مع احمال الزلازل والرياح. طب هناك ضعيفه جدا في التعامل مع احمال الزلازل والرياح. اطلع من هنا ان انا اشرح لك الحته دي ازاي. صلى على النبي. انا عندي البلاطه الفلات اهي، وعندي الاعمده واقفه تحت اهي، ركز معايا صح. الاعمده واقفه اهي وادي البلاطه اهي. هو حمل الزلزال بيجي منين والرياح؟ من الجنب. فلما يجي من الجنب هو اول حاجه بيروح لها مين؟ تاثيرا على البلاطه. البلاطه بتودي لمين؟ للاعمده والكل والشبول. طب انا لو مربط ما بين الاعمده والكل والشبول بحته بتاعه تافهه اسمها دي اس البلاطه، ساعتها الكونكشن او الانتر اكشن او النتورك اللي شغاله بين الاعمده وبين بعضها ضعيفه. لكن لو انا بقى عامل كمر ما بين الاعمده وبين بعضها، ساعتها مين اللي ماسك الاعمده؟ الريجيد ارم اسمه الكمر. وبالتالي لما تيجي تتكلم انا ما بتكلمش على فلات كبلاطه وسوليد كبلاطه، انا بتكلم على سيستم وسط سيستم. بقول سوليد يبقى قصدي سوليد بالكمرات، وفلات قصدي فلات من غير الكمرات. واضح انا قصدي ايه؟ يبقى بقى بالظبط. وبالتالي لما تيجي تبص على اي بورد دايما هتلاقيهم دايما بيبقوا جايين على الدور الارضي ويعملوا سقف سوليد، وبعد كده يكمل البورد كله فلات. يجي بقى يفكك يقول لك ايه؟ هو عمل الدور الارضي سوليد عشان التكلفه. طب يا مجنون! طب ما لو عامل السوليد الارضي سوليد طب ما يكملوا كله سوليد. لا، يبقى على الاقل لازم يعمل دور واحد يحزم به المبنى تحزيمه كويسه عشان لما يجي زلازل ومين؟ ورياح. وبمعنى اصح افضل حاجه بصراحه بقى يعمل اول دور واخر دور ودور كمان في النص. دول يبقوا سوليد وباقي المبنى كله مين؟ فلات. طب لما بيخاف قوي من الزلازل بقى بيعمل حاجه اسمها مين؟ معرفش سمعتوها قبل كده ولا لا، اسمها حاجه اسمها الاوت ريجر. اوت ريجر ده دور كده متقفل كله بقى بكاميرات كده زي مين؟ كورسات زي البريسنج، عشان يحاول بقدر الامكان يعمل كما لو كان الدور ده دعامه للمبنى كله. سكني ولا مش سكني؟ لا مش السكن الكلام ده. مش عندنا في مصر الكلام ده. كمان يعني. يبقى انا عايز اوصله لك حاجه بسيطه على كلام الباشمهندس ده. ايه هو؟ انه للاسف الشديد كانوا في الجامعه دايما بيعلمونا ان وجود الكاميرا سوليد ستيت، عدم وجود الكاميرا فلات ستيت. مش ده اللي كانوا بيقولوه؟ انا اسف طز في الكلام ده، لان في حاجات افيد من دي 200 مره هنعرفها بالتفصيل المره اللي جايه. لان انا ما دام قادر اعمل كاميرا سواء كنت سوليد او فلات اجري جري اعملها، لان هي هتعمل معاك حاجات الى ما شاء الله هشوفها معاك الحصه اللي جايه بالتفصيل. فاهمين انا قصدي ايه؟ طيب كمل. يلا رقم كام؟ 5 ولا 4 قمناها. رقم 5، لا يفضل استخدامها في حاله البحور الكبيره والاحمال الحيه. مين اللي عليه؟ روح بص هناك الملاحظه رقم كام. الملاحظه رقم 5، ممكن وصول الحمل الحي لحد 3000 كيلو جرام على المتر المربع، بس ساعتها تاكد ان دخلت البلاطه لن تقل عن 40، ولازم يكون عند راس كل عمود قلم هيد ودروب بانل عشان البانش هيكون ماله مشكله كبيره. طب اسالكم سؤال، هو انا امتى اعمل تشيك بانش على الاعمده في الفلات ستيب؟ تشيك البانش على الاعمده في الفلات ستيب بيتعمل لما الدايب ريز بتاع 300. لما الدايب ريز بتاع 300 تبدا تخاف من البانش. اقل من 300 ممكن ما تعملش تشيك البانش وانت مطمن. لو الدايب ريز اقل من 300 ممكن ما تعملش تشيك البانش وانت مطمن ان الاعمده سيف. حسب التخانه ما هو حسب التخانه ما انا قلت ما هو الفلات ستيب عمرها ما تبقى تخانتها عن كام؟ عن 18. صح كده؟ وفي نفس التوقيت انا عمري في حياتي ما انا اسمع بني ادم يقول لي ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا عامل بلاطه فلات سلاب ويعمل لك كده بجنبه كده، انا عامل بلاطه فلات سلاب 25 سم تخانه. طب البحور عندك كام؟ يقول لك اعلى بحر عندي ما جابش ال 5 متر، تروح على الارض تقول له تبقى حمار. ليه عملتها 25؟ يقول لك عشان مهما يرد مفيش. انت يبقى كده فعلا كلام صح. لو الله يفرض بقى 500 600 ساعتها اقول لك ماشي، لكن سكني والبحور ما زادش عن 5 متر وتعملها لي 25 ده اسمه افتراء على خلق الله. عنوان كده تايتل خده، افتراء على خلق الله. يبقى ده افتراء يا جدعان، حرام. واضح انا قصدي ايه؟ امتى تزود؟ اذا كنت محتاج، مش محتاج ما تحطش. هو ليه دايما بيجيبك انت كمهندس عشان تصمم؟
عشان توفر. ممكن يجيب مقاول ويشتغل وخلاص، والمقاول الحاجه عايزه ان واحد بيحط اربعه، ما هو كده بيسيف نفسه بزياده. مش حاسمها سيف نفسه بزياده، على قد بالظبط. واضح؟ طيب صلى على النبي. رقم كام؟ 6 قلناها. رقم 7، ودي اخطر حته في السوليد سلاب، لا يتم عمل تشيك بانش على اي عمود على الاطلاق، لان الكود اي كود في الدنيا بيقول لك ايه؟ اذا اتصل اي كاميرا مع العمود عند التقائه مع البلاطه نو تشيك بانش. امال امتى اعمل تشيك بانش؟ لما العمود يكون ناشئ كده، اقرع كده مع البلاطه من غير ولا كاميرا، اعمل تشيك بانش. يعني انا كده عايز تفهمني ان في البلاطه الفلات، سؤالك اهو، ان في البلاطه الفلات لما اجي اعمل تشيك بانش اعمله فين؟ هعمله على الاعمده اللي راكبه مع البلاطه بدون ولا عمود، يبقى بدون ولا كاميرا. يعني معنى كده عايز تفهمني ان الاعمده اللي راكبه على المارجنال بيم والاعمده اللي عند السلم ده كله نوت تشيك بانش. ده كله نوت تشيك بانش. تشيك بانش امتى؟ على عمود اللي راشق مع البلاطه المباشره من غير ولا مين؟ ولا كاميرا. لا صل على النبي، البانش في مصر ملوش علاقه بزياده تحت البلاطه. طب الكود الامريكي بيعمل ايه؟ لا بيعملش الكلام ده، لا بيعملش الكلام ده. الامريكي لا بيعمل دروب بانل ولا كرم هيد. الامريكي بيعمل مين؟ بيعمل كاميرا مدفونه صليبه عند راس العمود. دي بيبقى لها تسليح جاي نتيجه البانش، والكنات بتاعتها كمان بتصمم نتيجه البانش. تبقى كاميرا كانت كاميرا مدفونه كده صليبه عند راس العمود. ولا بيعمل كرم هيد ولا دروب بانل. واضح انا قصدي ايه؟ ومش هشوفها غير اشتغل فيها فعلا يعني. طب تعالى نكمل معايا من الاخر كده. صفحه 57 بتقول لك ايه؟ ان نظام الانشاء بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على ايه يا اولاد؟ بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على نوع النظام، نوع المبنى نفسه، الميزانيه المطروحه للمشروع، رغبه المال. اتفقنا؟ تمام. لما اطلع معاك انا بقى على صفحه كام؟ 58. ده بيدي لك شكل كده بسيط، بيقول لك في ايه يا اولاد؟ مقارنه ما بين على ناحيه الشمال هنا سوليد، على ناحيه اليمين هنا فلات. سوليد يعني تحت كل حيطه في مين؟ كاميرا. وان ما كانش في كاميرا قلت لك بيحط فواتير، انما الناحيه الثانيه دي بيبقى فينا مين؟ ها؟ بيحط حيطه في اي مكان دون ما يحط مين؟ كاميرا. اتفقنا؟ تمام. الصفحه اللي بعدها ده بيقول لك لما يجي يحصل بانش للعمود، العمود ما بيطلعش لوحده، امال بيطلع ايه؟ بيضيع على 2 من كل اتجاه من وش العمود. ده الكريتيكال بانشنج بريمتر، صح كده؟ تمام. طب الصفحه اللي بعدها صفحه 60. صفحه 60 دي مقارنه سريعه ما بين مين؟ السوليد سلاب والفلات مين؟ سلاب. ودي سيلف ستادي مع نفسك، صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. نطلع على صفحه كام؟ نطلع على صفحه 70. شفت الخطفه دي؟ واضح الكلام؟ صفحه 70 على طول. صلى على النبي. تعال بقى نتكلم على مين؟ لا لا لا، ممكن ادي لك حاجات لوحدها كده. كولمز الاعمده بقى يا اولاد. تعالوا نتكلم على الاعمده من وجهه نظر حاجتين. بريكوشنز ومين؟ اوبوزيشنز. اماكن وضع اعمده واحتياطات وضع اعمده. صح؟ تعال نمسك رقم واحد عندنا في اماكن الوضع. اماكن الوضع رقم واحد بتقول لك ايه؟ حوالين السلم لازم يكون في كام عمود؟ 4 على الاقل عشان يشيلوا السلم. خلي الحته دي في دماغك كده، لان انا ممكن انا هاجي في اخر الدوره في اخر حصه ان شاء الله واقول لك ان انا اقدر اشيل السلم كله على عمود واحد. خليها في وقتها. يبقى مؤقت كده، مؤقت كده، مؤقت كده، انا هشيل السلم على كام عمود؟ على 4. هنشوف. ماشي؟ طيب رقم 2 قول. يا بحسبها على الله. رقم 2 البحور حدود مين؟ يعني حدود خارجية. الباشمهندس راجل بقى ديزاينر كبير، والده راح بعت له مين؟ والده شغال في شركة في السعودية ومعاه مهندس معماري هناك، راح بني راح مين؟ رسم له البيت. فالباشا والده بيقول له خد البيت ده واحد يصممهولي. قال له يا بابا ابعت لي الدور المتكرر. يا بابا حبيبي ابعت لك الدور الارضي، ابعت لي الدور المتكرر يا بابا مش توجع مرارتي. والنبي راح بعت له انهي دور؟ المتكرر. الباشا راح واخد الدور المتكرر وعارف انه بيحط الامانه دايما عند الحدود مين؟ رد عليا، الحدود الخارجيه. حلو حلو، خلص الاعمده الحدود الخارجيه وظبط اموره، وجه بعد كده يوقعوا الاعمده على الدور الارضي وفي الشارع. فوجئوا ايه؟ ان الدور الارضي ان المبنى جاي كده، وجاي كده الدور مين؟ الباركر. ده كده الردود بره اهو بتاع الشارع. يجوا يوقعوا الاعمده، طلعت الاعمده فين؟ في الشارع بره.
ابوه بقى يروح ماسكه، مش قلت لك كل الدور الارضي ولا انا الله؟ اه يبقى لما تيجي تفهم بقى ركز، العمليه بتتحط على الحدود الخارجيه بس ما ينفعش تقول الجمله دي وتطلع تجري، لازم تكون على الحدود الخارجيه للدور الارضي وليس المتكرر، لان الدور الارضي هو الدور الوحيد اللي فيه مساحه قطعه الارض بالظبط او المبنى، لان بعد كده فوق في بلكونات وابراج في وابراج في الشارع، صح الكلام ده؟ تمام. طب امتى انا اعمل حدي كارضي وكمتكرر مش فارقه؟ لو ان الجنب ده جنبك مش شارع ده جار، فبتكون حته كلتش فوق زي مين؟ زي تحت. فهمنا الحته الصغيره دي؟ دي مهمه جدا. طب الجمله اللي بعدها قلناها رقم 3 قلناها مش كده ولا ايه؟ طب رقم 4 اماكن تقاطع الكمرات في السوليد سلاب. يبقى بقى خد مني المعلومه ديت حته حلوه، امتى احط الاعمده في السوليد، امتى احط الاعمده في الفلات؟ مبدأك في وضع الاعمده لو هتشتغل سوليد اماكن تقاطع الكمرات بحيث ما اخليش اكتر من كمره شايله كمرتين مثلا، بحيث ما اخليش كمره اكتر من كمره شايله مين؟ كمره او كمرتين بكتير. يبقى في السوليد سلاب انا مرتبط بمين؟ باماكن تقاطع الكمرات وانا بحط الاعمده. طب لو ان البيت بتاعي فلات فانا مرتبط بالبحور، وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى في السوليد انا مرتبط بايه؟ باماكن تقاطع الكمرات، في الفلات مرتبط بالبحور. ده معناه انه تقريبا عدد الاعمده لو انت هتبني البيت فلات بيكون حوالي 3 ارباع عدد الاعمده لو كنت هتبني مين؟ سوليد. يبقى دايما عدد الاعمده في الفلات اقل من عدد الاعمده في مين؟ في السوليد، لان في السوليد مرتبط بمين؟ بكمرات، انما في الفلات بحور 5 متر 6 متر 7 متر اخرك، ما تجيبش اكتر من كده. واضح انا قصدي ايه؟ طيب بعد كده عندنا مين؟ البريكوشنز، الاحتياطات. رقم 1 دي عبيطه، بيقول لك مين؟ ما تعارضش مع المعماري، كلام عبيط، انا عايز الحته اللي فيها مين؟ الكلام المهم. رقم 2 بيقول لك ايه؟ يفضل وضع الاعمده دي قلناها مش كده؟ رقم 3 بقى الاعمده الخارجيه بيفضل ان يكون ضربها فين؟ للداخل وليس الخارج. ما تجيش تقول لي الباشمهندس عمر قال لي العمود ده كده عامل ركبه هطلعه في الشارع، طب ما هو طلع في الشارع. طب لو حقك انك تطلعه في الشارع ماشي. المشكله انت عارف في ايه؟ ان العمدان دي بعد دورين، كل دورين بتعمل قصات. فلما تيجي تقص قص العمود من بره هيبقى شكله عرق. تلاقي العمدان من الواجهه عماله تخش لجوه. طب هو مين اللي بيعمل الاعمده من بره؟ المدارس، المرافق العامه بمعنى اصح. هتلاقي ضرب كل الاعمده الخارجيه فين؟ لبره. وساعتها بيبقى ممنوع يقص في العمود من اول للاخر، لان لو قص في العمود هيبوظ شكل الواجهه. صح الكلام ده؟ طب هو بيعمل له عمده خارجيه دي بره ليه؟ علشان لو اتعملت لجوه هتبوظ الفراغات بتاعت مين؟ هيرد عليا الفصول. وفي حته كمان بقى جات لي في دماغي انا بقى دي مش تبع الموضوع، ايه هي؟ لان لو عمل العمدان لجوه هيفضل الطلبه طول الحصه قاعدين مش بيتخانقوا مين اللي يفهم مين اللي يقعد ورا العمود عشان يسحب. صح يا باشا؟ ومحدش شايف. ماشي. طيب رقم 4 لما تيجي تحط الاعمده يفضل الاعمده تتوزع بقدر الامكان في الاتجاهين اكس وواي، وفي نفس التوقيت ما تكونش عشوائيه، يعني شمال زي يمين فوق زي تحت، عشان احافظ على ابن الذين اللي اسمه مين؟ السنتر اوف ريجيتي، يكون قريب من السنتر اوف ماس، وده اللي هنشوفه في الكتاب واحنا شغالين باذن الله. اتفقنا؟ طيب اخر حاجه في الحته دي، اخر حاجه في الجزئيه دي اهي معايا، الا وهي مين بقى؟ بص معايا، اماكن وضع الاعمده اهي بقى، ده كان ذاكرها المهندس ياسر الليسي. قال لك الحدود الخارجيه، لا بصوا معايا على الشاشه. الحدود الخارجيه والكلام ده كله بالتفصيل اهو، انتوا معايا؟ في نقطه بقى مهمه جدا وقاتله جدا. الا وهي انهي؟ الا وهي الرسمه دي. الرسمه دي كده. الراجل ده النظام الانشائي بتاعه كده، ودول هيعملهم كمرات فكان لازم يحط عمود. فالبرنس راح جاي عامل العمود فين؟ خد بقى مني واشتري، عمود اهو. لما العمود اتحط هنا كده يا اولاد دي كده بقت بالنسبه لك عباره عن ايه؟ رد عليا كاميرا مش كده؟ ودي ايه؟ كاميرا. وده عشان ما يحصلش تقولش انا هعمل دي مين؟ ما ده الصغير، يبقى ده كام؟ ودي مين؟ كاميرا. مش ده اللي انا قلته؟ الكلام ده انشائيا صح ولا غلط؟ حط صبعك في عين التخييم بس لو اتعمل يا خساره الخمس سنين اللي اتصرف عليك فيهم. ليه بقى؟ صلي على رسول الله. خد مني الجمله دي، ممنوع منعا باتا تعمل كانتليفر كاميرا جوه المبنى. ده كده بقى كانتليفر جوه المبنى جوه البلاطه،
عايز تعمل كانتليفر تنيل اعمله على الوجه. ليه؟ لان اقصى نقطه ديفليكشن، بص ايدي، اقصى نقطه ديفليكشن في الكانتليفر فين؟ عند نهايته. لو ان حصل لا قدر الله ديفليكشن في الكانتليفر هنا، ساعتها المنطقه دي بتكمل جوه البلاطه، السيراميك بتاعك طرقع كله، مين اتكسر؟ واضح الكلام؟ يعني الصح ايه؟ انه ممنوع منعا باتا. تاخدها قاعده في حياتك، تعمل كانتليفر كاميرا جوه البلاطه جوه، عايز تعمله يبقى على الواجهه بره، لان تاثيره ساعتها كديفليكشن على الواجهه بس، لكن جوه بياخد البلاطه اللي حواليه بالكامل ويبدا يعمل مين؟ ديفليكشن. يبقى اللي حصل هنا ايه يا ترى؟ اكيد شايفينها كلكم معاكم في المذكره في الرسمه اللي بعدها، ايه اللي حصل؟ شروخ في المنطقه دي. يبقى الصح كان ايه يا اولاد؟ الصح لو عايز يعمل عمود فعلا بجد كان عمله هنا، ولا انا غلطان كده؟ بقت دي ساعتها كاميرا، بقت دي ساعتها كاميرا، بقت دي ساعتها كاميرا، دي متشاله على العمود ومتشاله على الكاميرا دي، انا ما عنديش مشكله، لكن المشكله كلها ان انا اعمل كانتليفر جوه مين؟ المبنى. فده حل بالنسبه لي يعتبر حل خاطئ تماما، عشان المره الجايه ان شاء الله نبدا بحته تهبيط الحمامات. شكرا والسلام عليكم.